قوة على الخارج وفرضت بصمتها من خلال هذه الجمعيات التي بدأت بنهضة عقبتها فتاة البحرين وأوال وإلى آخره، إلى أن وصلوا إلى 20 تقريبا جمعية. في نهاية الستينات دخلت الجمعيات المهنية على الخط، المهندسين والاجتماعيين والأطباء وإلى آخره، وبدأت وأخذ العمل الإسلامي الدعوي الخيري التطوعي يشرع أبوابه، ودخل في السبعينات باستثناء جمعية الإصلاح اللي بدأت في 1948. قسمت سمات الجمعيات الأهلية وطبيعة عملها إلى مرحلتين، هذه أنا كباحث قسمتهم لغرض المحاضرة فقط وليس من وجهة تاريخية. أول شيء بالنسبة لي المرحلة اللي أسست عليها مشروع ما قبل تطبيق المشروع الإصلاح السياسي، كانت زيادة الجمعيات تتماشى بشكل يعني هادئ ومستقر ووتيرة مقبولة، كان عددها في حدود 120 جمعية أهلية. طبيعة عملها معروف، خيري دعوي نسائي مهني تثقيفي، ولكن قلب عليها من وجهة نظري بما أني أنا أحد مؤسسين جمعية الاجتماعيين البحرينيين في 79، ورجوع كم كبير من المثقفين والأكاديميين البحرينيين بعد ما درسوا في ذيك الموجة، أو في ذيك الفترة كانت موجة عالية بدأت الموجة، يتسم عملها بالانضباط في العمل ووفرة وجودة المدخلات والمخرجات، أي ما يقدم من عمل من قبل الأعضاء كان وفير وفي جودة، وكذلك مخرجاتها إنجازاتها. من سمات كذلك الالتزام بالقوانين بتطبيق الأنظمة واللوائح، هذه من أحد السمات، وارتفاع مستوى الشفافية في تلك الفترة لوجود المحاسبة ووجود الوعي أكبر والمحاسبة، تنفيذ مشاريع ملموسة وبإمكانيات محدودة في تلك الفترة. المرحلة الثانية أرخت لها أو أسست عليها من 2000 إلى الوقت الحالي، ما هي سمات الجمعيات الأهلية بمختلف نشاطات اللي ذكرتها، الخيري، التطوع الدعوي، المهني، النسائي، الثقافي. وصل العدد إلى 450 من 54 جمعية، يعني تقريباً ما بين في ناس ما عندي أنا عدد يعني مضبوط، لكن يقولون بحدود 420 إلى، المهم إحنا ما بنختلف، لكن أكثر من 400 جمعية. وأصبحت هذه الجمعيات تتشكل كالمشروم، هي مو شيء سيء، لكن تشكلت بوتيرة سريعة ولها أسبابها، وهي الأسباب تتعلق بوجود فترة أو بيئة حاضنة بعد المشروع السياسي، تمثلت في حزمة من الإجراءات اللي اتخذتها القيادة في ذيك الفترة السياسية، وانتم عارفينها، فتح المجال، إطلاق المعتق وغيرها من إجراءات أتحت أو أوجدت مناخ إيجابي للعمل ومريح. توقع وتوسم الكثير أن يتسم ذاك المناخ بالشفافية وغيرها من المعايير التي تحضن هذا العمل المؤسسي، قلة ونوعية إنتاجه مقارنة بعددها النمبرز، يعني بعدين بنشوف عليه. تدني مستوى الانضباط والالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح، العديد منها موجود على الورق فقط، ونحن نعلم والوزارة تعلم وإحنا ندري أن البعض ما له وجود أصلاً، بنتكلم عليه بعدين. مدخلات ومخرجات العديد منها متواضعة جداً أو لا يكاد يكون لها مدخلات أو مخرجات، يغلب على الكثير منها الارتجالية، ويمكن وصف العديد منها بالموسمية مثل الفاكهة، يعني ممكن اليوم ينزل اللوز
ويروح اللوز هذه في موجودة جمعيات كذي ما توا اختفت صارت مناسبة طلعت صفقت انخشت وبعدين طلعت. هذه يسمونها الفاكهة، أنا أسميها دي تسميتي أنا. أصبح العديد منها أشبه بالمؤسسة الفردية بس شخص واحد هذا ويلوي يقولون وين الجمعية؟ قالها كفلان وكل كفلان. وين الزين الباقي؟ وين مجلس الإدارة؟ وين الجمعية العمومية؟ قالوا بس فلان. تبون دي فلان، تبون قصة معينة، كل شيء موضوع عنده. تجني مستوى النزاهة والشفافية، الكثير منها لا يعقد جمعية العمومية حسب الأنظمة، ولا يعقد أحيانا ويؤجل ويماطل لأن ما عنده أحد أصلا يجي حق الجمعية العمومية. وفي تجاوزات كثيرة الحقيقة لا يمكن السكوت عنها، بنتكلم عنها بعدين في موضوع. أنا سويت آي بولينج، سلّت بعض الضوء على القانون 21 لعام 89 وتعديلاته وما ورد في نصوص حول الحوكمة. طبعا وجدت أن المادة الثانية في المرسوم بقانون، هذه المادة تقول تعرف الجمعية كما عرفتها أمامكم. هذه طبعا تعريف الجمعية سواء كانت نادي أو مؤسسة تحت هذا الإطار عرفتها المادة الثانية. لو دخلنا على القانون، القانون حسب رصدي له في 21 مادة تقريبا تسلط الضوء على الحوكمة، والحوكمة هي تعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح والعدالة والنزاهة في مختلف مستويات الإدارة داخل المؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. هذه باختصار شديد مفيد لصحتكم إن شاء الله. طبعا يجب أن اتفضل. الحوكمة هو تعزيز إجراءات ومستويات الشفافية والنزاهة والعدالة في على مستوى على اختلاف المستويات الإدارية داخل مؤسسة سواء كانت حكومية governments or non-governments organization. هذه طبعا باختصار شديد لأن الحوكمة ممكن، ولكن مو مجالنا أن ندخل في تعريفات أكاديمية. أنا بستعرض عليكم فقط 13 مادة، ما رايح أتكلم عن 21 مادة أو أكثر، بس حتى أبين أن القانون نعم خذ في اعتباره مسألة الحوكمة. فمثلا عندي المادة 5 يقول لك النظام الأساسي يشمل البيانات اللي قدامكم، ألف الجمعية، الأهداف، مناطقها، عملها، كلكم كنتم في جمعيات وطلعتوا على هذه الأنظمة، أسماء الأعضاء المؤسسين، ألقابهم وإلى آخره، موارد الجمعية، موارد الجمعية، وهذه مربط الفرس في نقطتنا أو في محاضرتنا، الأجهزة وهذه كذلك مهمة التي تمثل الجمعية. الأجهزة، ما هي الأجهزة؟ مستوياتها، كيف تقوم بعملها، ماذا يحكم عملها في هذه الجمعية؟ والنصاب، حتى تكلم النصاب اللازم لصحة قراراتها، اللي يعني شوفوا الحوكمة تدخل في النصاب، هل هذا القرار في الجمعية العمومية اتخذ بنصاب الثلثين، الأغلبية المطلقة، الأغلبية النسبية، أو خط لازم، لازم في المحضر مسجل من صوت من ما صوت. طبعا إذا أنا بدخل على دقائق الأمور، لا هذه بيلها ولا 3 أيام شغل. شروط العضوية دخل فيها المشرع، ودخل كذلك طرق المراقبة المالية الداخلية، كيفية تعديل نظام الجمعية مهم، ما يسوي تيلر ميد على كيفي وسوي له مثل قبان والقياس وأقول ها خلينا نفصل على كيفنا،
لأن للتعديل لأسس وشروط، ولازم يكون في نصاب، والثلثين قواعد حل جمعية حلا اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها. طبعا خله ونظام أساسي استرشادي للأندية والجمعيات، وموجود تأخذ منه أنت تحط في كل الأشياء، ولكن ممكن تضبطه بما يناسب طبيعة نشاطك. هل أنا نسوي، ثقافي، مهني، إلى آخره. المادة السادسة موجودة عندكم: لا يجوز أن ينص في النظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحال إلا إلى جمعيات، إلى آخره. ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلى جمعيات ومؤسسات خاصة تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الوزير المختص. السابعة: لا يجوز أن تكون الجمعية للجمعية حقوق ملكية وحقوق أخرى على العقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق القرض اللي أنشئت من أجله. يعني ما يجيب فلوس وراح أستثمر وتحول إلى جمعية يعني أو شركة عقارات وبعدين أوزع أرباح. لا يسري هذه على الجمعيات اللي في الرعاية، اللي عندها مراكز رعوية، عندها رياض أطفال وإلى آخره. وهنا شرح الرعاية الاجتماعية إيش مقصود به المشرع في القانون. المادة 15: لموظفي الجهة الحكومية، خلوا بالكم، نعم هني تأتي كذلك مربط الفرس في الحوكمة، وبعدين أنا بعالجه في تقييمي لدور الوزارة. لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا القرض حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات. يعني أنا أدخل جمعية أقول له عطني صادر والوارد، عطني حين يعطيني إياه، لأن هذا جزء من الحوكمة. هو مش تدخل، لكن في بعد تلاعب ومسيوز وأبيوز، وعندنا شواهد كثيرة. كما يكون لأي عضو من أعضاء الجمعية هذا الحق. أنا بعد أحيانا ما أقدر أروح حق أي جمعية، أنا شخصيا يمنعوني. حصلت لي في كذا موقع، قلت لهم يا جماعة أنا بمحضر، أبغى أشوف المحضر المضبطة، شو تقول عن هذه الجمعية العمومية؟ أبغى أشوف أنا من حقي، أنا عضو جمعية عمومية كامل حقوق. قال لا هذه خاصة، هذه لو كل واحد بيروح يشتكي كان المحكمة يعني ملك من التجاوزات. مادة 16: يجب أن يكون لك الجمعية ميزانية سنوية، وإذا جاوزت مصروفاتها يراد 10,000 دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب على مكتب محاسبة قانوني معتمدا وإلى آخره. هذه جزء من الشفافية. ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي وتقارير مراقب ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذي لهم الحق. هل تسوي جمعية هذا الكلام؟ قل منها أن تطرش له قبل وقت كافي وتحط فيه الكذا وتحط لك التقرير المراقبين وتقرير. أحيانا يحطون لك التقرير على الطاولة، يقولون لك هذه التقرير تفضل أدبي والمال قرار، ويقولون ها من موافق على هذه التوصية؟ وأنا حين توني شايفة هاي فلوس في قصة. فكثير بعض الجمعيات العمومية صار تحفظ من الأعضاء ورفعوها إلى المندوب مال الوزارة وأوقف الاجتماع، ولكن لو لم يتحفظوا مش الاجتماع. قال المادة الفلانية يقول قبل 15 يوما، نحن وصلنا حين. هذه حوكمة، هذه هي الحوكمة. هاي يحصلنا، أنا رح كذا اجتماع جمعية عمومية، كذا اجتماع. بس الواحد أحيانا يقول لك أنا لو بتدخل في قصص، لكن في أحد اجتماعات قلت له أنا أتحفظ على الاجتماع لأن توني واصلني التقرير، والمادة الفلانية تقول كذا من النظام الأساسي والقانون. قال مراقب أو مندوب الوزارة يؤجل الاجتماع لمخالفته، لو ما يؤجل كان بعده وراحت عليه. لا كان موجود بعد. أقول لك حضري هاي بعدين بناقش إن شاء الله فيه. لا كلامك صحيح كلامك أستاذة، كلامك صحيح.
مادة 17 على الجامعات تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف، وأن تخطر به الجهة الإدارية المختصة كما يجب عليها اختار الجهة الإدارية المختصة عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير. طبعا أنا أتكلم في عجالة لأن على أساس ما يرفع لي سيد الكارتر، فسامحوني يعني في ذي القصة بس في عجالة على أساس أسلط الضوء على المواد الهامة، وهي أكثر من 21 مادة، لكن اخترتكم ما يخص الحوكمة فعلا. المادة 20: كما لا يجوز لأي جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا وإلى آخره، وذلك في معرض المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات الأشياء الاعتيادية الروتينية. مادة 22: تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، وتولى الرقابة، حطوا بالكم على الكلمة دي فيها برواز، الكلمة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون. المادة 23: للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مدير ومجلس إدارة مؤقت في الجمعية تولى اختصاصات مقررة. متى؟ في حالة إذا كان في مسيوز أو أبيوز، أو إذا أصبحت الجمعية غير قادرة، يعني فقدت الأهلية في الاستمرار وغير قادرة على أداء دورها، كأن يكون في استقالات، كأن كان في مشاكل أو في كذا، فهني يتدخل وزير ويعين مجلس إدارة، لكن ما يكون أبدي. في بعض مجالس الإدارات استحلت السالفة واستمرت إلى يعني إلى أن الله يكتب شيء آخر. كما يجوز الوزير المختص يعني المختص هذا التعيين يرتكب الجمعية من مخالفة عنه. الفصل الثاني طبعا هو المواد قليلة، ترى قررت على نهايتها: تكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين اللي أوفوا التزامات. المادة 30: تنعقد الجمعية العمومية، هذا عن الجمعية العمومية واشتراكها ما راح أدخل فيه. الباب الخامس مهم، المادة 89: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ستة أشهر بغرامة لا تجوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. لهذه الأسباب كل من حرر أو قدم أو أمسك محرم سجلا يلزمه هذا القانون تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. كل من باشر نشاطا بجمعية ومؤسسة خاصة أو نادي ثقافي أو هيئة خاصة إلى آخره قبل نشر بيان تسجيلها في الجريدة الرسمية. كل من باشر نشاط الجمعية المؤسسة الخاصة إلى آخره أو أنفق أمواله فيما لا يحقق هذا القرار. كل من سمح لغير الأعضاء المقيد أسماءهم في السجلات أن يأتون ويمارسون أنشطة. وهي طبعا الاشتراطات موجودة في القانون ما أريد أدخل فيها، لكن السؤال هل تطبق بشكل فعال في آلية؟ بعدين رايح أنا أناقش معاكم في النقاط الجاية. هذه الحالات اللي جوز المشرع للجهة المختصة بالقيام به. والمادة 90: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بهاتين كل ما خالف أحكام الفقرة 3 من المادة 72، ويحكم دائما بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة. هاي بعد تأتي في نفس السياق. بالنسبة إلى تعديلات 2002 و2009 و2010، هذه التعديلات لم تأتي بأي شيء يذكر فيما يتعلق بالحوكمة، وإنما كانت عبارة عن تعديلات فيها تعريفات بالاتحادات واللجنة الأولمبية وإلى آخره، لأن القانون الجمعيات الأهلية يشمل الأندية كذلك، ولكن لم أتطرق للأندية لأن الأندية نفس الشيء، بس لم أتطرق لأنه مو صلب اهتمامي كما وضح لي من قبل الأخوان في الجمعية. تفعيل القانون اللي هو قانون 21 لعام 89 والنظام الأساسي من خلال في تقديري يتم تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، هذه مهم. توفر
هيكل إدارة الجمعية واضح وصف المهام. أحيانا المدير الجمعية هو كل شيء فيه، حتى مجلس الإدارة يمشي على هوى المدير. توفر لوائح إدارية ومالية تحدد الصلاحيات والمسؤوليات. أنا طبعا عن تجربة أحب أقول لكم، الجمعيات اللي قالها الأخ سيد كنت فيها أما أمين سر أو رئيس، فأحيانا آي أشوف مدير يبي مشيني أنا كأمين سر، أو هو لأنه كان يمشي كل، كان يلوت الإدارة اللي قبلنا كذي مثل الدائرة كذي. أنا أشوف بعض الرؤوس تهز، معناته إنه ما توفر لوائح إدارية ومالية تحدد الصلاحيات، تعزيز إجراءات الرقابة المالية الداخلية الانترنال أوديتنج، وأنا أضيف عليه الإكسترنال أوديتنج، إجراء الانتخابات في الموعد، وهذا أشار للأخ شرف، منع تضارب المصالح اللي هو الكونفليكت اوف انترست، لازم هذا يراقب، انت مني وانت منك في جمعيه ذي وفي جمعيه، فاحيانا تميل الكفه مني او ترفعها في مكان اخر. اصدار التقارير الشهريه، اعتماد اسلوب المصارحه والمكاشفه والمحاسبه اللي صرنا نفتقده. قبل في المرحله اللي قلت لكم عنها كانت في محاسبة شديدة لأعضاء الإدارة والأعضاء في مجلس الإدارة، يصير حوار للسماء بسبب المصارحة والمكاشفة والانضباط والالتزام. هذه ما يدور، يقول لك لا تثقل عليه، انت قلت عليه روح بعد، لا تثقل خفف بس كله خلتك تيجي. عقد الجمعية العمومية السنوية في موعدها، تشكيل لجان، وجود موقع إلكتروني إلى آخره، نشر الحسابات الختامية، تقييم وزارة دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وكنت أتمنى لو دعوا أحد من الوزارة، لكن أكيد الكثير منكم ضليع في ما تقوم بالوزارة. في تقدير الشخصي حسب تقييمي من خلال القانون، هذه دور الوزارة في 4 نقاط حطيتها: الترخيص، الإشراف، المراقبة والضبط والمحاسبة. السؤال المفصلي فيما يتعلق بالحوكمة، حطوا بالكم فيما يتعلق بالحوكمة، هل تقوم الوزارة بهذا الدور؟ وهل تقوم به بشكل فعال؟ نأتي إلى الإجابة. مثال على تدني مستوى الحوكمة وترهل قطاع الجمعيات الأهلية. لا باقي 5 دقائق، اعتبرها ألوان سيد أو بونس اللي رايحك. كتبت أنا فيض من غير اللي أشار للأخو شرف، حال 6 جمعيات أهلية لعدم اجتماع الجمعيات العمومية لعامين كاملين. هذه أنا اعتبرت فيض من غير، لأن اللي نشوفه واللي نسمع به في مؤسسات وجمعياتنا يتجاوز هذا الكلام، وباي أتكلم عنه في عجالة. هل تقوم الوزارة بهذا الدور كما ينبغي؟ في اعتقادي وحسب مخرجات واقع الجمعيات هناك دور جيد لا بأس به، نقول لهم يعني تقومون، لكن يعتريه القصور. وين القصور اللي عند الوزارة؟ أنا أقولها، لكن أنا قريب من الوزارة حقيقة، قريب جدا، ويعني أعرف وين تكمن الإشكالات. التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة ذات العلاقة مثل التدقيق والمحاسبة والتحويل للنيابة وسحب التراخيص، هذه ما يصير حقيقة. يعني أنا بجمعيات أو مجالس إدارة يحولونها للنيابة بسبب اختلاسات وفساد واستقلال لأمور شخصية وممارسة الأعمال داخل الجمعية، يعني حول جمعيتي إلى مكتب عقار وهي جمعيتي، هي جمعية إلى آخره. وين الوزارة؟ أنا جايكم طبعاً، إذا بيزعلون الإخوان أو شيء يعني أنا يعني بالس معهم، لأن كله يزعلون علي عقب أراضيهم. قلت عدد المفتشين والمراقبين، ما عندهم كادر، يعني هذا يروح يركض له مني وساعات تقول لهم يا جماعة بس برشو التقرير، برشو بالإيميل. عدم المتابعة الحثيثة لما هو مطلوب من الجمعيات القيام به، المراقبة والترقيق المالي، هذه طبعا مآخذي. ما المطلوب من الوزارة؟
ليس هناك حاجة للمزيد من القوانين والأنظمة لتعزيز زراعة الحوكمة. المطلوب فقط، وأنا بقترحه على الأخ بوهاني سعادة الوزير، بروح له، وهذا الإنسان أحترمه لأنه اشتغلت معه 5 سنوات في مكتب واحد في المكتب التنفيذي، وبروي بودي له ذي البرزنتيشن، بقول له هذا اللي قدمته، وإن شاء الله يكون خفيف عليك بوهاني. في قلبكم بننقلها لك القلب، ما ديروا بال. بس عندي السيد معطيني بونس، بقيت لي دقيقة. أول شيء إعادة هيكلة وتصنيف القطاع برمته، هذه الدراسة اللي سويها. وضع آليات يعني ميكانيزم فعالة حادة مثل السجاجين لتفعيل القوانين والأنظمة، هذه الشفافية اللي أنا أطرحها. نظام رقابة وتدقيق ومحاسبة، ومحاسبة أصر عليه، يتسم بالصرامة والمهنية، كادر كاف مؤهل ومدرب. أشكركم، شكرا. أعتقد إحنا كنا مقترحين بعد الأخ عيسى إذا في أسئلة، ولكن أنا في تقديري لو ناخذ المحاضرات بالكامل وبعدين ربما يكون في بعض الأسئلة جاوب عليها المحاضرة الثانية يكون أفضل. لا مو أيضا توزيع الوقت بيكون هو كلهم بيصبون في نفس المجال في الحوكمة، يعني اللي عنده ملاحظة يكتبها وبعدين يكون أفضل. حتى حياك أستاذ محمد الدين. إن شاء الله. أو صلاة ماليس. خلنا نروح إلى محاضرة الثانية. هل هي؟ لا طرحت لها هالي. لا أوكي، اشتغل فيها أنت. المحاضرة الثانية بتكون الحوكمة والشباب. احنا كان بدنا يكون يعني مجموعة من الشباب كبيرة، ولكن كلكم شباب، الشباب هو شباب الروح. راح يقدمها الأخ محمد الأحمدي. محمد الأحمدي هو باحث اقتصادي ومدرب ومحاضر في مجال الإدارة وتحسين الإنتاج وبدء الأعمال التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ترى هو مو بعيد عن مجالنا بعد، احنا يعني نعتبر مؤسسات صغيرة يعني. ناشط في المجتمع المدني، مستشار ألواني بحرين، معنية بتمكين المرأة اقتصاديا. ما شاء الله اليوم النساء عندنا مسيطرين على القاعة، وإن شاء الله دائما. بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، متزوج وله 3 من الأبناء. تفضل أخ محمد. شكرا سيد، ما قصرت. شكرا للجمعية، شكرا للحضور. أستاذنا اللي هو عيسى سيار قال لي أنت شفت صورتك؟ قال فكرتك مو هذا اللي أعرفه، واحد شايب. طبعا اللوم على أخونا السيد هني، دور لي صورة عن موضوع عن الشباب. يا أخي دور لي صورة حديثة قديمة يعني، قصدي على الأقل أساس يكون في توافق شوي بين الصورة والموضوع. طبعا أنا كنت شباب في يوم من الأيام يعني قبل ربع قرن يعني، متأكد من هذا. شباب شباب الروح. أوعدكم إن طبعاً بعد الوجبة الدسمة اللي قدمها لنا الأستاذ عيسى سيار، إن شاء الله أنا راح أقدمها البرزنتيشن، راح تكون وجبة خفيفة سهلة الهضم إن شاء الله. سويت. راح نعجي الأول، راح نتكلم عن المجتمع المدني، وبعدين عن الحوكمة في المجتمع المدني، وبعدين نطرق للشباب. طبعا في علاقة تكاملية
بين المجتمع المدني والديمقراطية والمواطنة. فأكيد لما يكون في مجتمع مدني أكيد ما ممكن يصير هذا المجتمع المدني إلا بالديمقراطية، وهذا يؤدي بعد إلى أن يكون في قيمة للمواطنة. والمواطنة لما يكون في مواطنة معناتها أكيد هذه المواطنة تعني أن الأشخاص أو المواطنين يمارسون ديمقراطية وهم من يشكلون المجتمع المدني. إذن العلاقة شنو هني؟ العلاقة تكاملية. دائما احنا نقول ان الفرد في هالمجتمع يجب ان يتحول من شخص خاضع للنظام السياسي الى صانع له. شلون يعني؟ لازم يحرر حقوقه، الحقوق الأساسية اللي هي حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي هذه المحصلة مكتملة إليه لو كان حقوق السياسية. يعني شلون حقوقك سياسية وانت لا حقوقك الاقتصادي في اختيار العمل ومو موجود، او مالك حق ان تشكل لو حقك الاجتماعي وتفر، او مالك تمارس حقوقك الثقافية تشوف مسرح و... يعني فشي صعب ان تكون ان انت صانع لهذا النظام السياسي اللي انت جزء منه. اذا في المجتمع المدني مبني على امور اساسية. أول شيء الطواعية اللي هي عمل التطوعي. يعني احنا نستغرب ان احد اقدم النقابات في البحرين انه يقول لك او ان جنرال انه لازم تكون في العضوية اجبارية. يا اخي انا مو ضروري اكون انا اوكي انا عامل، مو ضروري ادخل في هالنقابة، لازم يكون عمل تطوعي. انه ما يكون في اجبار ان ادخل في هالنقابة او ادخل هذه الجمعية، لانه هو نابع من قناعاتي اساسا. وان هذه فعلا هذه الجمعيه او هذا التكوين صوت اوكي ان هذا التكوين هو يعني يلبي طموحي وانا مقتنع فيه، وانه راح اضيف قيمه وليس فقط رقم مثل اي رقم. وهذا ممكن احنا نقول عمل تطوعي، ولكن اذا ما تم ضمن اطار مؤسسي معناته كان عمل فردي، ما عاد عمل جماعي. ويجب ان نكون في غايه وهدف، انه اوكي ناسس لنا الجمعيه ولكن غايتنا او هدفنا يعني رهراه، يعني شيء خرافي او شيء غير قابل للتطبيق او شيء غير واقعي. وبالتالي شنو استفدنا؟ ما استفدنا شيء. طبعا هني يعتمد على مفهوم المجتمع المدني. تفضل اخونا استاذنا استاذ عيسى، استاذ سيد بعد نفس الشيء زي شرف، وضح لنا كثير من الامور اللي هي من مشاكل او افات في المجتمع المدني. اللي هي شنو؟ ان في اداره صح، ولكن هذه الاداره بدون فعاليه، شنو استفدنا احنا؟ يعني هذا التكوين، هذه النقابه او هذه الجمعيه في اداره ولكن غير فعاله. شلون تكون فعاله؟ زين انت تريد تحاسبها، اساسا ما اشتغلت، شلون تحاسبها؟ وبالتالي ما فيها محاسبه. زين طالبها شفافيه، شفافيه على شنو؟ يعني على اي اساس شفافيه؟ على ذكر الشفافيه في مره رفعوا تقرير لاحد المسؤولين قال هالايام قبل لا تاسس يمكن جمعيتكم، قال هالايام طالعين فيها كلها شفافيه شفافيه شفافيه. يعني شنو شفافيه؟ يعني شنو يعني نفس اختيابنا؟ يعني لازم واحد يكون كذي يعني مبين زطمط؟ طبعا يعني هاي مفهوم بالاخر، يعني هذا مو كلام عبثي، انما مفهوم يعني هذا الموضوع. اذا احنا مثل ما تفضلنا ان لازم يكون عمل مؤسساتي قائم على اسس نفس ما تفضل استاذ عيسى. الرقابه، تدني الرقابه، لازم يكون في رقابه. طبعا وش رقابه ذاتيه؟ رقابه من الاعضاء صح، رقابه في جهه محايده نفس ما تفضل، ان لازم يكون في تدقيق داخلي وتدقيق خارجي اذا في الامور الماليه. زين احنا دائما ممكن كثير هاجسنا هاجس المال كثير، اللي هو يعني الهاجس المال وين نسوي في الفلوس، هاي شوي في حساسيه. ولكن اوكي الاداء بشكل عام شلون احنا نقيمه؟ شلون نعرف ان هاي عملوا صح؟ ترك الفلوس، ما نبي الفلوس، اوكي اداء هذه الجمعيه او هذه النقابه هل هي
يعني حققت أهدافها؟ هل عملت كما يجب؟ في أحد حاسبها؟ عندنا إحنا مشكلة صراحة. كلنا نعتقد إن إذا واحد اشتغل في عمل تطوعي فهو خارج الحساب، صح ولا مو صح؟ إنه خارج. أوه أنا بروح متطوع بعد حاسبني يا أخي؟ يعني سوري، يعني مو شركة أبوك. شركة أبوك أوكي لك الحق سوي اللي سوي، ولكن أنت مدام أنت يعني قدمت روحك في العمل ضمن هذا الإطار، أنت خاضع للمحاسبة، يجب أن تكون محاسب. بالعكس أنت لازم تطبق، أول واحد طبق المحاسبة، أول واحد طبق النقد الذاتي والنقد. احنا قلنا في اشياء تدنيها يؤدي الى يعني انتكاس المجتمع المدني، خلينا نسميها. الان نجي للحوكمه، اللي هو حوكمه المجتمع المدني. على ذكر الحوكمه، طرفه استاذنا عيسى كانت جميله، نقول لكم بعد طرفه ثانيه. مره انا كتبت موضوع عن الحوكمه، ممكن 2006 7 في الجريده. طبعا انا بعد جاني ونفس الوقت طرشت للجماعه بعدين، فانا كتبت حوكمه الشركات بالانجليزي اللي هو كوربريت جوفرنس. طبعا ما ادري هو المدقق ورئيس التحرير، ما بعرف مين صراحه، ما بقول لكم على الجريده. ما قصروا وصلحوا، بدل كوربريت جوفرنس كتبوا كوربريت جوفرمنت، بدل حوكمه كتبوا حكومه. يعني ما قصروا صدقوني، يعني صلحوا لي الموضوع ما شاء الله عليهم. في ذيك الأثناء يمكن وهاش يعني ما كان هذه المفاهيم منتشرة، ما كانت يعني المفاهيم ما كانت منتشرة، ولكن الآن يعني بفضل كثير من الأمور ناس كثير صار في وعي إلى هذه الأمور. ما عادت لذلك الآن مثل هذه الورشة تعريفية مشكورة لجمعية الشفافية، بحاجة احنا لتعريف الناس، خاصة الناس العاملين في هذا القطاع متطوعين، لازم يعرفون شنو حقوقهم شنو واجباتهم شنو المفروض. انه مو مفترض انت تدخل او تتطوع حق تعمل في مجتمع مدني بس انت ما يعني ما عندك ادنى معرفة الى اصول العمل النقابي او الاجتماعي او التطوعي. اذا شنو الامور اللي ترفع من اللي هو تعتبر دعائم للمجتمع المدني؟ اول واحده طبعا شرعيه، انت ما عادت هاي يعني ان يكون انت لك كيان شرعي معترف فيه، ويجب يكون فيه شفافيه، لان الشفافيه هي يعني الشفافيه هي افضل وسيله حق المساءله. لما يكون كل شيء واضح، نتذكر احنا مثلا على سبيل الافتراض الحين، حتى اتذكر انا في قبل 15 سنه على او 10 سنوات حتى المواتم ان يعرضون الميزانيه والناس تناقشها. سابقا لا، انت ما تدري كم دخل كم طلع. انا اتذكر اول نادي يمكن اول مواتم يمكن مواتم السنابس، عدل عندكم الساخلي مواتم السنابس حطوا الميزانيه، هذه الميزانيه ومحطوطه. انا استغربت ميزانيه ومحطوطه كذا 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 التبرعات كذا كذا كالمصروفات مصروفات، هذه حوكمه. شلون انا حاسب ناس انا ما ادري كم دخلوا وكم طلعوا؟ هاي ادي بعد الى التمكين بشكل او باخر. كل ما كانت في محاسبه وفي شفافيه وفي شرعيه وفي تمكين، معناته مصداقيه اكثر. اما اذا يكون كل شيء تحت الطاوله، معناته يعني وين المصداقيه؟ وين الفعاليه؟ شغله اساسيه بعد اللي هي استقلالية هذه المنظمات. يعني مع الأسف يعني أنا عشت في سوريا، درست في سوريا، في لو المجتمع المدني فيه موجود، ولكن كلها طابع إلى الحزب الحاكم. أوكي متحكي عن سوريا أنا أخف، فكلها طابع للحزب الحاكم. يعني في الآخر تصور يعني هاي شنو يعني كأنها صورة مكررة اللي نشوفها في التلفزيون، اللي نقراه في الجرائد، صورة مكررة. ما في شيء، ما في مجتمع. هذا أنا سمع في مجتمع مدني، ولكن أنا أسميه مجتمع مدني خامل. مجتمع مدني غير مستقل هو مجتمع مدني خامل. طبعاً نفس ما تفضل أستاذ عيسى، لو لازم يكون في هيكلة تنظيمية إلى هذا المجتمع.
الحكم الرشيد، الحوكمة هي الإجراءات وحكم الرشيد ومبادئ اللي توصلنا للحكم الرشيد. طبعا هذه أول شيء لازم تكون تستدعي أن تكون في مشاركة فعالة في مجتمع أساسا حي قابل للتطوير والتغيير، أنه ما يكون مجتمع خامل، وإحنا مجتمعنا ما شاء الله مجتمع شاب ونشط، وفي شرعية تطبيق قوانين، يعني القوانين موجودة واضحة وأن الناس تلتزم فيها، وفي ناس تطبقها عليك وعلى غيرك. الحساب عبد صالح، في إدارة فعالة وإدارة قوية، يعني ما يصير بعد إحنا تعودنا على أن شخص وين مان شو، ما تفضل سعيسة وين مان شو يدير جمعية بروحه، وين راح فلان، وين بغيت فلان، في الحسابات فلان، بعد بسوي مباراة بعد بيجيبونه لك بعد يلعب كرة، تلعب كراتي بعد هو بعد يجي يلعب كراتي، ما شاء الله كل شيء يعني all in one. زهاري شنو هيرو هو شنو يعني ما شاء الله عليه، يعني اللي يعرف كل شيء لا لا. سيادة القانون هذا طبعا لا خلاف عليه، وهذا تؤدي لما يكون في سيادة للقانون وتطبق على الجميع راح يكون في تنمية مستدامة، وهذا يؤدي إلى حكم رشيد. الآن احنا تفضل الأستاذ عيسى قال عن القانون الموجود، احنا نقول الحوكمة الرشيدة او الإدارة الرشيدة للمجتمع المدني هل تحتاج لقانون؟ تحتاج لقانون، بس هل هو كافي؟ هل هو القانون هو فقط هو ما نحتاجه؟ لا، بحاجة لأنظمة إدارة جودة، لازم في وجود منظمات مراقبة مثل جمعية الشفافية، يعني أتذكر يعني كثير يحضرون اللي هو الجمعيات العمومية صح سيد، فيعني بحاجة لمجتمع يراقبك، في منظمات مراقبة بروفيشنال، لازم في برامج الاعتماد، في مدونات للسلوك، كل واحد دوره، ناس ما الشركة، في الشركة احنا نتحدث عن حوكمة الشركات، ناس ما الشركة تقول رئيس مجلس الإدارة دوره هالقد، عضو مجلس الإدارة هالقد، نائب اللي هو المحاسب هذا هو، المستشار القانوني هذا دوره، عضو مجلس الإدارة الحامل للسهم هذا دوره، لازم يكون كل واحد في مدونات سلوك لكل فرد، إن ما يتجاوز الآخر، يعني ما يصير يتجاوز نائب الرئيس الرئيس لا، ولكن في دور معين ممكن يحل محله، شنو هذا الدور؟ هاي مدونات السلوك. ونفس الشيء اللي هي يعني في لازم يكون داخليا اللي هو الشفافيه، وتكون ان الامانه والصدق والاخلاص، كل هذه مدونات سلوك، يعني مو معقول واحد يشتغل في المجتمع المدني وهو انسان يعني هاي خارج مواصفاته. مشكلتنا احنا في الجمعيات في المجتمع المدني ما عندنا قواعد بيانات، انت تريد تاخذ قرار، انت ما عندك قاعده بيانات، انا بغيت من الوزاره المعلومات، قلت حق محاضرتي انه اوكي ابي اعرف كم نسبه عناصر الشابه في الجمعيات، إيه ما في هذه البيانات مو موجوده، ونفس الشيء احنا في المجتمع في كذا جمعيه، زين اعطونا يعني كم ميل كم فيميل كم الفئات العمريه، ما في، شلون تاخذ قرار؟ كم الناس الاكاديميين كم نسبتهم كم، ما في اساسا بيانات حق انت ساعك اتخاذ قرارات. طرق تنظيم ذاتيه، لازم تكون طرق التنظيم ذاتيه لتسيير هذه الجمعيات او النقابات. شنو الدور؟ احنا نعرج على الشباب، يا ليت الشباب يعود يوما. طبعا احنا لازم الشباب نتوقع منه انه يكون هذا الشباب انه يكون اول شيء مفعم بالروح الجماعيه، يعني شاب اساسا مؤمن بالعمل الجمعي بالفكر الجمعي، ولازم يعرف انه يعني بعد مؤمن بالعمل التطوعي بشكل اساسي، انه يكون منفتح على الاخر. ان احنا مشكلتنا احنا منغلقين، يعني كل واحد مع جماعته، كل واحد مع فئته، يا اخي خلينا نفتح مع الاخر نشوف الاخر شنو. انا الاخر مو قصدي يعني في البحرين او خلي الاخر الاخرين، خلينا نشوف شنو يفكرون. الان العالم هو قريه صغيره، يعني مو صعوبه ان تتواصل مع الاخر، ان شاء الله في القطب الجنوبي ممكن تتواصل. واهم شيء يكون هذا الشباب اللي هو مفعم بقيم التسامح والتعايش، وانه يكون عنده قدره على الابداع، واكيد
أنا مؤمن إن ممكن هذا الشباب لو تاحت له فرصة راح يكون عنده مجال لإطلاق مبادرات، وهذه المبادرات أكيد يعني الشباب لأن عنده حماس مو بثلاثة خلاص إحنا فترنا، رغم إن بعض ما شاء الله أستاذ عيسى والسيد والجماعة عندهم حماس، عندكم حماس والدليل وجودكم، ولكن الشباب منكم قصدي، ولكن يعني أتوقع إن الناس الآن شباب عنده يعني عنده طاقة هائلة، هاي الطاقة الهائلة حتى يعني أنت لما تشتغل وياهم أنت بروحك تتحفز تشتغل أكثر. الشباب قلنا إحنا إنه أوردي عنده روح حماس، إنه في عندنا رافعة في ست عوامل، أنا قسمتها لست عوامل اللي هي مشاركة الشباب في المجتمع المدني اللي أتوقعها، اللي هو يتمتع بروح الحماس الشبابية، وهاي طبعاً اللي يكون عنده روح مسؤولية، في عنده تنوع الأنشطة. إحنا ممكن متعودين على الروتين، ولكن الشباب بحاجة لتنوع على أساس تستقطبهم، بحاجة لإثارة، الإثارة أنا أقصدها الحميدة وليست الإثارة اللي تثير غرائز، إنه بحاجة لكسر الروتين. أنت تجيبهم دقدق فوق راسهم دم 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 بالآخر بيمل، أقول لك أوه أنا وش لي، أنا راح كوستا كوفي أحسن لي. بحاجة لمشاريع شبابية، مشاريع تتكلم عنهم، مشاريع تخاطبهم، مشاريع مفيدة، مشاريع محفزة لهم مردود بالنسبة لهم. بحاجة أن في انسجام بين أهداف المجتمع المدني والأهداف الوطنية، احنا أحيانا تكون واحد في الشرق واحد في غرب، هاي من خلال المشاركة في هذه الأهداف ان اوكي قابلين النقد والتقييم، تغذية الراجعة، يعني احنا نسمع للناس، خلنا نسمع للشباب، احنا بس نعطيهم one way of communication، لا لازم يكون في تغذية راجعة عشان نسمع منهم نطور نغير، لازم يكون في تكامل. بعد في متطلبات ديمقراطية، قلنا احنا العمل التطوعي ان تكون في بيئة ديمقراطية، لازم ان نؤمن بهالكلمة، ليس انا الديمقراطية ليست كلمة هي ممارسة. اذا احنا نقول دائما احنا نقول ديمقراطيين، واحنا اول ناس دكتاتوريين صراحه مع الاسف شديد. لازم انا ادخل لما ادخل شاب في التنظيم اعرف ان انا مساري ومروح، انا لما ادخل شركه اعرف ان اليوم ادخل موظف ريسبشن، بس بكره اذا اجتهدت راح اكون رئيس قسم، راح اكون موظف، راح اكون رئيس قسم، راح اكون رئيس مجموعه، راح مدير اداري، ممكن هذا السلم واضح لي لما ادخل الجمعيه اعرف. يعني احنا جبنا ناس سنين في الجمعيه يقول ها والله انا والله عضو نشط في الجمعيه شو اسوي، قال لا انا ودي الرسائل البريد. زين لما تحس على لك 5 سنوات ودي الرسائل البريد ما طوروك، فلازم تعرف انت يعني صح يعني شاب بس ولكن لك دور يعني على الاقل. تطوير النظم التعليميه بعد، اذا احنا نبي ان مشاركه اكبر للشباب لازم يكون في عندنا نظم تعليميه تعطي قيمه اكبر للعقل، مو للخرافه، للعقل، تنمي القدرات، تشجع القيم، قيم النبيلة، قيم السامية. لازم احنا هذه النظم التعليمية لازم إعادة إلى مو قوالب معينة، بسيم ميم بسمي، تذكروا بسيم ميم بسمي، شنو النظم التعليمية؟ شو أطلع ناس تفكر، ناس تبدع، إعلام حر ومستقل، إعلام حر ومستقل عناته شنو؟ حقيقة، شفافية، انفتاح، هاي إعلام حر مستقل. هذا الإعلام الحر راح يستقطب بعد كفاءات شبابية، بس إذا ما في إعلام حر يعني معناته هذا إعلام منغلق، في ناس مسيطرين عليه 1 2 3 5، هذا لين شلون يستقطبون الشباب، شلون يشجعون الشباب على المساهمة؟ ديك الحين تكلمنا عن عدد جمعيات المجتمع المدني في البحرين، هي 435 جمعية، كم نسبة الجمعيات الشبابية؟ 4.8 4.8، يعني حتى 5 ما يصير، ما وصلوا. على فكرة الغريبة أن الجمعيات النسائية بعد نفس العدد، يعني بعد 21 بعد 4.8. نفترض أن نسبة الشباب في الجمعيات البقية اللي يشكل اللي من يعرف رياضيات زين اللي هي 95.2، نفترض في 10% أو 20%. إحنا مجتمع شاب، مجتمع نسبة الشباب عندنا عالية، ليش؟ إن الشباب نسبتهم مساهمة جدا متواضعة جدا، منشوف ليش؟
ليش؟ نخبويات الجمعيات، يعني كل جمعية لها حق نخبة معينة. النخبة هذه اللي هي يعني هل كم راس، احنا نسميه كم راس محطوطين، وهذا لين ده توب زين، وهذا لين ما يرسون وصايا على اللي تحتهم، ما يصير أحد يعترض عليهم. بعد في عندنا مشكلة أدلجة وتسييس وتحزب النقابات يا أخي، الجمعيات حتى صناديق الخيرية هذا كذي هذا كذي، ما نبغى نتكلم على أساس ما أنا دخلت صناديق خيرية، يا ليش فلان ما تبغى وزن؟ قال لا هذا من ذيك الجماعة. يا أخي وش عليك من ذيك الجماعة؟ أنت إيش بتصلي وراء؟ أنت ما بتصلي وراء، أنت وش عليك منه؟ أنت تبي واحد يشتغل وياك. شيخوخة القيادة طبعا، يعني اللي يسمحون لي أساتذتنا الحمد لله، يعني احنا طبعا هاي فيها جانب ايجابي، طبعا احنا مو دائما نتكلم عن هذا، معناته يعني لما يكونوا الناس في عمر معين ولا زالوا عندهم مستوى للعطاء، هاي لهم الشكر والجزيل صراحه والتقدير، نشكرهم بالعكس ما قصروا، يعطيهم عافيه. اللي بيشتغل في المجتمع مدى 30 و20 30 سنه بس نقول له اوكي ستايل، ان تايم ان تخلق لك بعد، يعني بتكون واجد زين لما تخلق لك لك قيادة بعد بديلة، يعطيك ألف ألف عافية، مشكور ما قصرت سيدي أستاذي ما قصرت، بس عط مجال بعد لغيرك. هاي طبعا قلنا نكون في تهميش للشباب، فلما يكونوا الناس مسيطرين فأكيد، لأن دلين بعد يعتقدون أنهم بعد يعني جميع الوصايا على الأصغر منهم، معناته دلين الأصغر ما يفهمون، وبالتالي ما يصير أعطيهم مجال يخربون لي الشغل. عقم ورتابة العمل، شلون تستقطب شباب وانت شغلك عقيم ورتيب ومتكرر؟ احنا الكبار نحب هذه الشغلة، نحب تشرب شاي الساعة هلقد، تجي تحط السكر هلقد، وتطالع التلفزيون الساعة هلقد، اوكي، بس الشباب ما يحبون هذا، ما يريدون هذا، ما يحبون رتابة، شباب حماس. فانت غير له برامج، سوى برامج للشباب. بعد احنا شلون نبي الشباب يشاركون وحاطين 50,000 قيد عليهم، 50,000 قيد وحزمه من قانون، وقانون مكتوب وقانون غير مكتوب، وعرف مكتوب وعرف غير مكتوب، وتعال لا تتحرك لا تمد رجولك. يجي لي واحد يقول طالع حدوش لابس، ايه شو شباب يعني شنو لابس؟ طالع هاي شعره شلون شو مسوي لنا؟ يا اخي شباب يا اخي خله يسوي شعره، ايش عليك منه انت؟ يعني بالعكس انت يا اخي انت كنت، احنا كنا يوم الشباب ما ادري يعني ما لي سيد شنو ولا لا سيد، كنت جكسون انت؟ انا كنت جكسون كذي شعري يا اخي، ذيك الايام كان يوم جكسون، الحين انا جكسون الناس تضحك علي صح؟ اوكي يعني هاي قصد ان ايش عليك منه يعني، يعني هذا زمنه انت ايش عليك منه؟ لبس جينز او هاي شلون جينز مشقق يا اخي، هاي الموضه اليوم كذي، فليش تخلي عليه قيود؟ انت لازم انت تنزل الى هالمستوى الشاب، وتعرف ان هذا هو ابن عصره مو ابن عصرك انت، ما تصير تقيم عليه يعني تبي نفس عصرك يعني. لا قريب خلص زين، شنو المحفزات؟ باقي 2 سلايد. شنو محفزات استقطاب الشباب؟ تعطيهم فرصة، احنا قلنا اول شيء ان تنفتح عليهم، تدمجهم في المشاريع، تعطيهم فرصة للقيادة، وما تهمشهم، تخليهم مستقلين، الابتعاد عن الوصايا الأبوية. ولكن هاي معناته مو معناته اشيل ايدي منهم، لا لا، انا بالعكس بحاجة لخبرتي، انا اكون منتور اليهم، انا اكون مرشد اليهم، اعطيهم خبرتي، ولكن ما اقول لهم هذا القالب تاخذونه كما هو، لا لا، هذه خبرتي، انت خذه وعصرنه، خلينا نقول عصرنه، خله شباب لك، سوي له شباب لك. نفس الاغاني الحين يعيدون توزيع على، لما جاء الرحباني زياد اخذ اغاني امه وسواها لحنه، بس لحن غير مختلف، توزيع مختلف، نفس اللحن توزيع مختلف، طلعت اول ما استوعبناها احنا صراحه، بس بعدين طلعت حلوه، انا كنت احبها يعني، ما ادري رايكم شلون. فقصدي يعني نفس الاغنيه نفس اللحن ولكن توزيع مختلف، توزيع شبابي، خليه يسوي، خليه يضيف لمسته.
طبعا الوصايا احنا قلناها ولازم نعيد النظر في تشريعات القوانين. الخطوات الاولى حق استقطاب دمج الشباب قلنا تاهيل القيادات الشابه، اذكاء الروح الوطنيه مو الحزبيه ولا الفئويه زين ولا الطائفيه، الوطنيه، ارساء قيم الديمقراطيه وحقوق الانسان. هذا اهم شيء انا بالنسبه لي، خلي الناس تحس فعلا تمارس الديمقراطيه انها جزء من حياتهم، جزء من ممارستهم، وليس الترف، مو ترف ترى الديمقراطيه ولا لوغاريتمات، هي ممارسه يوميه. الادماج في مسيرات التنميه، الثقه في الشباب، هاي كلها نوع الثقه في الشباب، والتوجيه الارشاد اللي قلناها احنا اللي بحاجه لخبره الناس اللي ذوي الخبره انه ياخذون هذه الخبره يوصلونها للشباب. في ميزه تدعم مشاركه الشباب، الان احنا في عالم رقمي، عالم رقمي وافتراضي كبير، ومثل ما يقولون العالم الان قريه كونيه صغيره، وبالتالي هذه فرصه الان ان تسوق الافكار الايجابيه، ان التاثير الايجابي، تاثير التغيير الايجابي. انا اقول تاثير او تغيير، دائما اقول ايجابي، وليس مع الاسف الان مستغلين العالم الرقمي الافتراضي حق الهدم وليس البناء. احنا نقول نبي الهدم لما البناء وليس الهدم، وهذا كل العامل عامل الجذب. يا اخي انا بدل ما سوري يعني بدل ما انا اجيب ناس واحطهم في قاعه اقول لهم اوكي خلنا احنا نسوي اجتماع اللي هو فيديو كونفرنس، وانت قعد في بيتك، قعد على الكوستا كوفي واشرب كوفي مالك وخليك انت حاضر وياي. يا اخي الشباب يستانس، يقول اوه والله زين كويس يعني ليش لا. فاحنا لازم نفكر بهذه الصوره. هذا اخر تفكير احنا توصلنا له، ان خلوا الشباب، وانا وعدتك ان وعدتكم ان اكون خفيف وسريع، خلوا الشباب نفك يعني احنا نحاول شوي نطلع من يعني تفكيرنا القديم، نفكر بصوره احدث، ونخلي الشباب هم يفكرون بعد مو احنا نفكر عنهم. يعطيكم العافيه ومشكورين. شكرا للاخ محمد الاحمدي. معنا سيد فلاح سيد هاشم، وسيد فلاح سيد هاشم هو نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، له العديد من الأوراق التي تتعلق بالحركة النقابية والعمالية في البحرين، قدم أيضا العديد من الأوراق والمداخلات، وشارك معنا احنا في الشفافية قبل حوالي سنة على ما أعتقد سيد، لما تكلمنا عن التأمينات الاجتماعية وتطرقنا لما تحدث أو لما يتكلمون عنه الآن في التأمينات الاجتماعية. احنا تكلمنا أن هذه الساعة سوف تأتي قبل تقريبا سنة. احنا والاتحاد العام لعمال البحرين عملنا ندوة تفصيلية، ندوتين تفصيليتين، ورشتين عمل، واحدة كانت عندنا في الشفافية والثانية كانت في اتحاد، قصدي في نادي العروبة، وكان حاضر معنا ممثل من وزارة العمل. كانت ندوة تفصيلية وطلعنا بمجموعة من التوصيات، لأن للأسف الشديد لم يؤخذ بعين من التوصيات اللي احنا تطرقنا لها. السيد راح يتكلم عن دور النقابات في الرقابة والشراكة الاجتماعية ودور هاي النقابات في كشف الفساد. تفضل سيد. هذا الواير يمكن يوصل. مساء الخير جميعا. في البدء لابد من توجيه كلمة شكر إلى الأخوة في جمعية الشفافية حقيقة على هذا الجهود، وأنا حقيقة سعيد على يعني أكثر من مرة شاركت إياهم مثل ما أشار أخوي السيد شرف إلى نشاط السابق أو نشاطين سابقين تحدثنا فيه عن هموم ومشاكل التي تواجه بالذات أنظمة الحماية الاجتماعية وبالذات التأمين الاجتماعي. اليوم سأتحدث لكم حقيقة بعنوان دور النقابات في الرقابة والشراكة المجتمعية. لما النقابات دور مهم في هذا المجال،
يستند العمل النقابي أساسا إلى مبدأ هام، وهو تأطير وتنظيم الجهود الفردية في عمل جماعي لضمان الحفاظ على الحقوق ومكتسبات العمال من خلال المشاركة في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالعمل وظروفه والبيئة المحيطة به، بما فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية وجميع المجالات المتعلقة بالعمل، ومن ضمنها كمثال الضمان أو التأمين الاجتماعي، تنظيم العلاقات العمل، التشغيل، التدريب، الصحة والسلامة المهنية، الإدارة العامة، وكل ما يتعلق بذلك من برامج وقضايا تأمن بيئة وظروف عمل سليمة تؤمن للعمال وعوائلهم حياة كريمة وتساهم في تطور البلد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبالضرورة أيضا لها دور في الحد من المعوقات التي تعوق دون تحقيق ذلك، أي ما بمعنى النقابات ليس دورها فقط رقابي، وإنما أيضا المشاركة في اتخاذ القرار وأيضا العملية التنفيذ. إن أهم عامل يمكن أن يبرز دور النقابات والتنظيمات العمالية كطرف فاعل قوي ضمن قوى المجتمع المدني، ويمكنه أن يلعب دورا نشطا في منظومة الرقابة المجتمعية والمشاركة الإيجابية في المساءلة والرصد والمتابعة وتقديم المقترحات على صعيد السياسات لتحزيز أجندة العدالة الاجتماعية، هو الصفة التمثيلية لأكبر شريحة مجتمعية وأنشطها في العملية الإنتاجية، وهي مسؤولية ترتب عليها المشاركة في اتخاذ القرارات العامة المتعلقة بالشؤون والحقوق العمالية خاصة والمجتمعية عامة عبر آلية نصت عليها القوانين والتشريعات المحلية، وعلى رأسها الدستور وميثاق العمل الوطني، ثم القوانين المنظمة كقانون النقابات وقانون العمل، وقوانين منظمة لبعض الهيئات مثل كهيئة التأمين الاجتماعي وهيئة سوق العمل وتمكين وغيرها من المهيئات متعلقة بشؤون العمل. وعلى سبيل المثال وبالذات ونصت عليها أيضا تشريعات دولية أكدت على هذا الحق يعني، ودور النقابات في هذا الموضوع، اتفاقيات وتشريعات دولية، وعلى سبيل المثال اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبعض المنظمات المتخصصة كمنظمة الضمان الاجتماعي إيسا وغيرها من المنظمات الدولية. كما تعتبر النقابات من أهم المنظومات الرقابية المجتمعية بين المنظمات المجتمع المدني بما تملكه من قاعدة كبيرة من أفراد، وبصفتها التمثيلية لهم بموجب تفويض انتخابي منهم، مما يعطيها دور كبير في الرقابة المجتمعية من داخل تلك الجهات والمؤسسات وعبر منتسبيها الذين يشكلون الكادر البشري في تلك المؤسسات وقريبون من مكامن الفساد وسوء الإدارة وغيرها من الممارسات الغير قانونية، والتي بالطبع ستكون متعارضة مع مصالح العمال وتخدر حقوقهم، ما سينعكس على تطور المؤسسات واستدامتها وفشل تلك المؤسسات وتخريبها، وبدوره سينعكس على مصالح العمال ومعيشتهم ويعيق حصول العمال على مستحقاتهم. لقد أكدت منظمة العمل الدولية على أهمية إشراك العمال في هذا المجال ليس فقط في الرقابة والرصد، وإنما نصت على أهمية إشراك ممثلي العمال في عملية التخطيط واتخاذ القرار والمتابعة من خلال آلية إشراك ممثلي العمال في إدارة المؤسسات المعنية بالعمل والشأن الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك عبر سن التشريعات لتنظيم اتفاقيات جماعية من خلال مفاوضة جماعية تحفظ حقوق العمال فيما ينتج عن هذه المفاوضات من اتفاقيات يشترط فيها التكافؤ في التمثيل والاستقلالية وتأمين وتهيئة الظروف في جو من الحرية والديمقراطية الذي يضمن سلامة وحرية المفاوضين من مختلف الأطراف. يعني في الورقة أنا رايح استعرض شنو المفروض، وسأتحدث عن المعوقات اللي تعيق النقابات أن تقوم بدورها. إن الصفة التمثيلية للهياكل العمالية وما تنص عليه القوانين المحلية والمعايير الدولية ترتب عليها وتحملها مسؤولية المشاركة الفاعلة والبناءة والإيجابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون والحقوق العمالية وتعزيز المساءلة المجتمعية ومساندة النشاطات الداعمة لعملية التغيير الاجتماعي من أجل تحقيق مجتمع متقدم وينعم بالعدالة والرفاه الاجتماعي. ولتفعيل دور النقابات يجب العمل على إزالة المعيقات والعراقيل التي تحترض دور النقابات، ومن أهم تلك المعيقات والعراقيل أولاً على مستوى التشريع، على الرغم مما أكد عليه التشريع المحلي من أهمية دور النقابات في العموم وخاصة ما نص عليه الدستور، إلا أن هناك من التشريعات تمثل عائق لدور النقابات أو تساهم في تحجيم دورها، بل وحتى هناك من النصوص القانونية أو القرارات الإدارية مخالفة لنصوص وروح الدستور ومعايير العمل الدولية وتعيق العمل النقابي في بعض الجهات. مثال على ذلك تعميم واحد لسنة 2003 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية اللي يعيق أو يمنع تشكيل نقابات في القطاع الحكومي. هناك قطاع على مستوى العمل البحرينية يشكل في حدود 40% من العمل البحرينية، هذا القرار يصادر حقها في تشكيل نقابات دون مبرر. يعني
سواء مبرر يحول دون تمثيل إرادة العمال في المطالبة بحقوقهم المشروعة ويعيق دورهم في الرقابة والمساءلة والمفاوضة بخصوص حقوقهم، كذلك ما تنص عليه بعض القوانين من تمثيل غير متكافئ في مجالس إداراتها. يعني مثلا كمثال، على الرغم أن هناك في قانون يمثل يحق أو ينص على أهمية تمثيل العمال في إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إلا أن هذا القانون ناقص أو يعاب عليه بأنه غير متكافئ، حيث أن هذا المجلس إدارة يتكون من 15 عضو، 9 يمثلون الحكومة و3 يمثلون أصحاب العمل و3 يمثلون العمال. وفي الحالة طبعا القرار بالتصويت حتى وإن كان هناك تمثيل إلا أنه يعاب عليه عدم التكافؤ، في حين أن اتفاقيات ومن المعايير منظمة العمل الدولية تنص على أهمية أن يكون هناك تكافؤ، بل أن في كثير من القوانين تنص يعني وقوانين دول شقيقة يعني مثل الأردن أن حتى اللي يعينون من قبل الحكومة يكونون بصفة الاختصاص، أي أن ما يعين أي شخص وإنما يعين هناك مثلا في الاستثمار يعين مسؤول الاستثمار في البنك المركزي في الأردن وهو يمثل الجانب الحكومي، لا تعين أي أحد. ولهذا يستوجب إعادة النظر في تلك التشريعات وإزالة وحذف أي نص يتعارض مع نص وروح الدستور في كفالة العمل النقابي للجميع ودون استثناء واستبدالها بنص صريح يكفل ذلك الحق ويوسع من صلاحيات النقابات والأطر النقابية في الاطلاع ومناقشة وإشراك ممثلي العمال في القرارات المعنية بالقوى العاملة فيما يخص موازنات تلك الجهات وآلية توزيعها وصرفها، وبما يحقق مبدأ الشفافية الذي لكي تكشف فساد والهدر وسوء الإدارة. ثانيا، على مستوى التنفيذ، هناك من العراقيل أيضا أمام النقابات لتفعيل دورها المجتمعي عدم تنفيذ نصوص القانون المرتبط بالعمل النقابي ومزاجية التعامل مع النقابات في الجهات والمؤسسات بحسب علاقات قيادة الجهات والمؤسسات بقيادة النقابات وكذلك الوضع السياسي. حقيقة بعد 2011 تعطلت كثير من عمليات المفاوضة الجماعية، بل أن الكثير من الشركات والمؤسسات امتنعت حتى أن تجلس مع النقابات في عمليات التفاوض الجماعي أو أنها تجلس مجرد من أجل تسمية أن هناك اجتماع، لأن المخرجات تبقت يعني أو في كثير من الحالات تبقى بدون مخرجات. العائق الثالث هو عائق الشفافية. تعتبر الشفافية والحصول على المعلومات من العملية عن العمل الإنتاجي من أهم مرتكزات العمل النقابي، فبتحقيق شفافية في جميع ما يخص الخطط الإنتاجية والقوى العاملة وبشكل كامل ابتداء من موازنة المؤسسة السنوية والإيرادات والمصروفات الشهرية والتسويات والترقيات وجميع أنشطة تلك الجهات ونشرها باعتبارها حق قانوني وحق نقابي للمفاوضين والمفاوضين الماليين لجميع النقابات لتقوم بدورها في عملية المفاوضة الجماعية على دورها المجتمعي. يعني كمثال، أنا لا يمكن أن أتفاوض مع إدارة الشركة عن مثلا البونس المكافأة وأنا لا أعرف مستوى الربحية والإنتاجية اللي حققناها وهذا ما هو حاصل، تعال نفرض عليك أن نحقق لكن شنو المعايير، كم عدد العمال، كم ترقيات ومعارضات. في عائق مهم حقيقة وهو العائق الداخلي للنقابات، أنا أعتقد إحنا مهم إن إحنا نتحدث عن النقابات نفسها. من العوائق الخطيرة والهامة المعيقة لتفعيل دور النقابات على المستوى المجتمعي عامة هو العائق الداخلي، وسأتناول بعض هذه العوائق. بنية النقابة والحركة النقابية، غالبا ما تكون بنية النقابة من حيث عدد المنتسبين لها وكذلك عدم قدرة الحركة العمالية بتجديد بنيتها بما يؤمن انضمام الأعداد الكبرى من المعاملين وخاصة في يعني احنا حقيقة اقتصادنا قائم على المنشآت الصغيرة، الأعداد الصغيرة، وهذا يصعب حقيقة تنظيم أعدادها. بس إحصائية بسيطة، إذا كان للاتحادين مجموع ما ينتمون إليه في الاتحادين من أعضاء يقارب تقريبا 20,000، يعني ما يمثلون تقريبا 13% من العمالة البحرينية، فإذا أخذناهم من العمالة كامل في البحرين 700 وشوي لا يتجاوزون 0.03%. فأعتقد هذا معيق إن إحنا نتحدث بصراحة هنا، هذا العدد لا يعني بالفعل معيق أساسي للحركة. ضعف القيادات والكوادر النقابية، وذلك يعود لعدة أسباب، من وهذه طبعا في بعض كثير من الأوقات يعني هناك نقابات تتآكل القيادات النقابية، تأتي قيادات جديدة خبرتها قليلة، مستواها التعليمي قليل، ما يؤدي إلى أن مخرجاتها أو إدائها قليل. طبعا مو كلهم، بس في يعني هذه أحد الأسباب. تحديد الأولويات، انشغال النقابات بملاحقة ومتابعة حقوق منتسبيها في القضايا المطلبية اليومية،
مما يؤدي إلى استنفاد الطاقات النقابية في أعمال وأنشطة ومهام تشغلها عن المهام الوطنية بتفعيل دورها الرقابي أو دون النظر والعمل لتحقيق أهم الأهداف العامة للعمل النقابي. كثير من النقابات عندها مشاكل يومية، هذا مفصول، هذا معطندار، هذا شو اسمه، فتشوف الإدارة النقابية تتلاحق على هذا المطالب في حين هناك قضايا أساسية وكبيرة بعد أيضا تنشغل عنها. غياب الرؤية النقابية في هذا المجال، وخير مثال على ذلك خلو ليس فقط قانون النقابات بل معظم اللوائح والأنظمة الأساسية في بعض النقابات من النص وبشكل واضح على مكافحة الفساد، بل إن هناك يمكن جاء الحديث كثيرا إن بعض إدارات النقابات هي داخل فيها المحسوبية وكثير منها، يعني لن أشير إلى نقابة معينة وما ذلك، لكن هذا موجود. فاللوائح أساسا، كثير من اللوائح لا تنص على هذا المجال، في بعض الحقيقة بعض اللوائح والأنظمة الأساسية تنص على هذا، إلا أن كثير من لوائح النقابات، قانون النقابات أساسا لا ينص على هذا المجال. مكافحة الفساد وهدر المال العام وسوء الإدارة المفترض أن تكون من مهمات النقابات، وهذا يستوجب إعادة النظر في جميع اللوائح والأنظمة الأساسية والأنشطة النقابات، وما يؤدي إلى دمج مبدأ وهدف مكافحة الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية من ضمن أولويات تلك الأنظمة واللوائح النقابية، وما يعزز ذلك من الأنشطة والأعمال النقابية. قضية أخرى، غياب الرصد النقابي المستمر لهذا المجال. يعتبر الرصد اليوم المستمر للنقابات عن لا وقائع الأمراض في الإدارة من فساد وسوء إدارة وهدر مال عام ومحسوبية من أهم الأعمال وأنشطة النقابات لتقوم بدور حقيقي، وغياب عمليات الرصد النقابية لهذه الوقائع يؤدي إلى تكرارها وتفشيها ونسيان أو تقبل الجميع لتلك الوقائع، وبما يؤدي ذلك إلى ضعف العمل النقابي في الجانب الرقابي بالذات. يعني بالفعل يعني لا يوجد هناك دراسات يعني طلعت من الحركة النقابية يعني توضح لنا مستوى الفساد في مؤسسات معينة أو لذلك. دور العمال فيما يختص بمنظومة الحماية الاجتماعية، يعني حاول أن أمر سريعا على بالذات التأمينات الاجتماعية، وهو موضوع الساعة بالذات في الوقت الحالي، واللي أشار إلى أخوي سيد الشرف إحنا العام الماضي طبعا في نشاطنا العام الماضي بالذات في منظومة الحماية الاجتماعية. تعتبر منظمة العمل دولية أنظمة الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبذلك نصت عليها في العديد من الاتفاقيات والتوصيات. هناك حوالي ما يتجاوز 20 توصية واتفاقية تتناول هذا الجانب، بدءا من إعلان إفلاديفيا وهو اللي تم في إعلان منظمة العمل الدولية، وهو يعتبر دستور المنظمة، حيث مجملها يعني أو إذا حاولنا أن نوجز في هذه الاتفاقيات تنص على أهمية أن يكون هناك صفة تمثيلية للاتحادات العمالية في إدارة هذا النظام الحماية الاجتماعية، بحب على أساس أن هذا النظام هو حق لهم ويؤمن الحياة الكريمة إليهم بعد في حالة العجز والتقاعد. اتفاقيات منظمة العمل الدولية مثل ما أشرت إليه، هناك العديد من الاتفاقيات كذلك نص عليها المشرع البحريني، إلا أن هناك كثير من المعيقات، وأهمها يعني أعتقد أن في مثال واضح وصريح تغييب الجانب العمالي عن إدارة هيئة التأمين الاجتماعي من أبريل مايو 2011 إلى الآن لا يوجد هناك تمثيل إلى الجانب العمالي، على الرغم من أن القانون ينص على أهمية أن يكون هذا التمثيل في موجود، ومثل ما يعني أسلفنا بأنه على الرغم هذا يعني نعيب على القانون بعدم تكافؤه، إلا أن أعتقد أنه من المهم أن يكون وجود العمال في هذه الهيئة مهم. أعتقد يعني إحنا محتاجين إلى الكثير من الأمور بالذات في هناك، إحنا لا يمكن نتحدث عن محاسبة وكشف ما يدور بالذات في الوقت الحالي في هيئة التأمين الاجتماعي إذا لم يكن هناك وجود ممثلين ويمكن ما ينص القانون. سأختم لأن أطيل عليكم في هذا الجانب بأهمية يعني التأكيد على أن يكون دور النقابيين بالذات فاعل في جميع المجالات، وبالذات في مجالات المتابعة حول حقوقهم وحقوق العامة بالذات بصورة خاصة. شكرا لكم. شكرا للسيد فلاح على ورقته فيما يتعلق بالنقابات. الآن مطروح ثلاث أوراق اللي استمعت لها فيما يتعلق بحوكمة الجمعيات، توسع فيها الأخ عيسى
ودور الشباب توسع فيها الأخ محمد، والنقابات توسع فيها الأخ سيد فلاح. رايحين ناخذ 5 أسئلة ونجاوب عليها، ثم 5 أسئلة أخرى وأهل مجرم. وأنا أفضل إذا واحد وجه سؤال أو واحد وجهت سؤال، يعني إذا يقدر يحدد لمنها سؤال موجه حتى يكون سهل الإجابة عليه. تفضلوا. هاي الميكروفون. أعطى إيمان، إيمانك إيمان في الزاوية. لو تقول هم عرفوا عن نفسهم على أساس. بعد لو كل واحد يعرف عن نفسه يكون أفضل. شكراً لجمعيه التوفيقية على تنظيمها لهذا الموضوع اللي قد يكون يغيب أخبارنا أو يعني موضوع طرق من أهم الإنسان. شكراً لكل اللي قدموا لي. سؤالي للأستاذ عيسى سيار بالنسبة عن أقارب الجمعية، يعني ما أدري أنا فهمت أو لا، يمكن هو تكلم عن المواد اللي تخص الحوكمة، بس القانون حسيت يعني إن هل هذا القانون يبدي طموحنا يعني إحنا المنظمات خاضعين له، خاضعين للقانون، برغم إن إحنا في المجتمع المدني أو في التربية المصرية في إسرائيل السلام عليكم. دكتور رقية أميري من الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. اللي بقوله ما أمثل أنا حقوق الإنسان الجمعية، كل شيء أقوله عن من شخصي فقط، يعني بصفتي الشخصية. عندي شوية تعليقات.
على اللي قيل إلى الآن. أول شيء أنا جيت وعندي فكرة كلش مختلفة عن الحوكمة. أنا افتكرتها الميديشن، وتعلمت طبعا أشياء جديدة والمحاضرات كلها زينة. تعليقات على بعض الأشياء اللي وردت. أول شيء الكادر من الوزارات، الكادر كلهم في نظري مو مهيئين، مو متعلمين شغلتهم، مش متدربين أبدا. أنتوا تكلمتوا عن الكادر من الكادر من الوزارة المختصة، أفتكر هي تكون التنمية. كلمة ال شوف إذا شنو كتبت الخمول. عندي تعليق على الخمول بصورة عامة. ملاحظتي في البحرين، وأنا عشت في الخارج في أمريكا 33 سنة، فملاحظتي على البحرين في الجمعيات كلهم ما عندهم استمرارية، كلهم بسرعة يتمللون وما يجون ولا يسوون شيء. وإحنا في أنا إلى جانب جمعية حقوق الإنسان بعد عضوة في جمعية المرأة المعاصرة، إحنا سوينا لجنة الشابات، ما حد يجي. أنتوا تكلمتوا عن الشباب، الشباب اهتماماتهم تختلف. ما أفتكر هم يعني كلش مهتمين بالعمل التطوعي وروحوا الجمعية وسووا كذي وعملوا كذا وما أدري شنو. هم اهتماماتهم تختلف تماماً. الأخ المحمدي، وأنت تتكلم المحمدي صح؟ لا مو محمد، لا أحمدي، سوري، محمد الأحمدي سوري. وأنت تتكلم وأنا أتصور وكأنك يعني سامحني على هالتعبير، كأنك في كوكب آخر. يعني اللي تكلمت عن أشياء مثالية لا تطبق هنا. يعني المبادئ اللي تكلمت عنها، الأشياء كلها، الحكومة الرشيدة والحكم الرشيد ومدري شنو والديمقراطية، احنا وين؟ وحقوق وحقوق سياسية واجتماعية مدري شنو، احنا ما نقدر نتكلم في هالأمور اصلا. وبعدين شو اسمه تعليق اخير، الكلمة العربية للفيدباك تقولوا هنا تغذية راجعة، ما في كلمة أحسن من ذي. أنا يعني كلش ما عجبتني تغذية راجعة. يعني أفضل أقول فيدباك. لا لا تغذية راجعة ما أدري ذكرني، ما أبي أقولها، بس يعني شو اسمه it's not a nice one. وشكرا. وملاحظة أخيرة، إن شاء الله أنا ما طولت عليكم، وكذلك أطلب من الجميع ما يطولون واجد في الأسئلة والتعليقات. شكرا. خليل يوسف، عضو جمعية الشفافية. طبعا أول ملاحظة، أول يشكرون جماعة كلهم على الطرح الطيب، لكن أول ملاحظة أنه العنوان الندوة الحوكمة في الجمعيات الأهلية ودورها في مكافحة الفساد موضوع ما دخلنا بالعمق المطلوب اللي يفترض أن نتناوله، هذا واحد. الشيء الثاني تصفية الجمعيات اللي تمت، الجمعيات الأهلية اللي تمت، اللطيف أنها تمت بناء على رغبتها وليس نتيجة مراقبة من الوزارة المعنية. الشيء الثالث أنه مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة صارت جمعيات، ظهرت جمعيات الشو، جمعيات الشخص الواحد. القانون كان يسهل تأسيس هذه الجمعيات، وهي أنه ممكن أن يتقدم 10 أشخاص يتقدمون بتأسيس جمعيات. جيد لما تكون الدوافع إيجابية وطيبة، ولكن هناك كثير من الدوافع تأسست لأكثر من سبب.
أما سبب طائفي، أما سبب مذهبي، أو سبب الشو، الناس تريد تطلع ويكون لها رزة، أو لدوافع دوافع كثيرة ممكن أن نتوقف عندها تحديدا. الشيء المهم أن كثير من الجمعيات اللي يفترض أن تكلمنا عنها أنه كلها دور في مكافحة الفساد، صارت جزء من الفساد في تركيبة إداراتها، في تغييبها لدور الجمعيات العمومية، في أيضا في حتى في تلاعبات، أحيانا في تلاعبات بعضها بشكل أو بآخر، في إنفاقها، في بذخها، في حتى على الشكليات. في بعض الجمعيات لم نجد يعني تحتفي بالشكليات بشكل مبالغ فيه، وهذه الشكليات ليس لها عائد أو مردود مجتمعي بقدر ما يراد منه أن يبرز الشخص الواحد والأشخاص بعينهم. الفساد أيضا يكمن في هيمنة إدارات معينة على هذه الجمعيات طوال دورات متتالية دون إعطاء فرصة لا للشباب ولا للآخرين. وشكرا. أنا يعني بس هميان الرويعي، رئيسة جمعية الرفاع الثقافية الخيرية. أنا يعني اللي أبي أقوله، أنا أحس يعني قاعد في ظلم للجمعيات، يعني إحنا عمرنا ما رجلنا الشباب، ولكن يعني الوضع الحقيقي الحالي إن الشباب اللي إحنا لما نقول شباب يعني أما في الثانوية يدرسون أما في الجامعة، فأهما ما عندهم الوقت حقيونا إحنا، يعني مشغولين بدراساتهم، وإذا ينضمون لجامعات بتكون داخل الجامعة يعني. إنما إحنا بابنا كجمعيات مفتوح، وممكن نعطيهم الإبداع والانطلاق والهذي، لكن أهم أصلاً مشغولين بدراساتهم ومستقبلهم، هذه معطينا أولوية الشباب روحهم، وإذا بقوا ممكن يعني هم يسوونه داخل الجامعة أو داخل المدرسة، ما يطلعون وايد. ويمكن يكون إن إحنا لازم نسوي يعني تسويق للجمعيات إحنا الأهلية الموجودة، نحتاج أكثر على أساس إنه يمكن يوصل للشباب إن أنتم ممكن تدخلون ونطلقوا إبداعاتكم، ما عندنا مشكلة. يعني إحنا جربنا مع من قبل مع شابات يجونا بس في الصيف، يعني فترة هي فترة حلوة كانت، بس يعني إحنا ما نقدر ننظم جمعيات نقول إن ما قاعدة تشجع الشباب، ما قاعدة تجذبهم، إحنا بالعكس نسوي جذب، لكن هم مشغولين بمستقبلهم ودراستهم. شكرا. مساء الخير، شكرا للأخوان على هذه المعلومات القيمة، شكرا الأستاذ عيسى سيار على استعراضه إلى تأسيس الأندية الثقافية، ويعني قديما أشكر الأخ أحمدي على استعراضه وحماسه الشبابي، وطبعا الأشياء اللي ذكرتها بالفعل يعني جدا قيمة وجيدة، ونقدر نقول إن هي خيوط ممكن نستمد منها. ولكن في هناك يعني صح إن في هناك حماس شبابي مثل ما ذكرت، وهذا يجب أن يعطى حقه يعني في مثل هاي الجمعيات والمؤسسات الشبابية. لكن الكل يشتكي من هاي في هاي الجمعيات بالذات من عزوف الشباب، من عزوف الشابات. يمكن ذكرت فيه شغلات يعني تحفز مثل هاي الشباب المشاركة، تدفعه إلى أن يكون في هذا المجال، أعطى حقه بمعنى. ذكرت أن في هناك جمعيات شبابية اللي هو تقريبا 4% أو 4.8% من هاي الجمعيات. سؤالي أين هذا الحماس في هاي في الشباب هذين، يعني بما أن هذه الجمعيات الشبابية من اللي يعني من اللي يملك إدارتها هم الشباب نفسهم، عدل الشباب هذين
لكونهم أنهم مسؤولين في هذه الجمعية، وين حماسهم؟ لماذا يعني كثير أو معظم يعني مثل هاي الجمعيات للأسف قوادها هم شباب، ولكن ما في حماس إليهم وما في نشاط، وما يعني هذا اللي من المفترض أن يكون إليهم دور وأن يبرزون بالفعل. بالنسبة إلى السيد فلاح، في ذكر أن في هناك طبعا هو قصور في الوعي النقابي. الوعي النقابي طبعا هو الاتحاد العام لعمال البحرين منذ تأسيسه أو قبل من أيام اللجان قام بالتدريب والتأهيل إلى مثل هاي الكوادر النقابية. يعني ما أدري هل يعتبر هاي يعني هاي التدريب اللي يقوم به الاتحاد غير كافي، أم هناك يعني قصور آخر، أو يعني مثل ما تقول شيء آخر أنت من المفترض أن يعني تعطينا وش القصور، أو ما هو يعني الشيء الآخر اللي يخلي مثل ما تقول هذا النقابي أنه يوعى ويفهم دوره بشكل أصح. شكرا. مين من الاخوان يحب يجاوب؟ عيسى تبدا. شكرا على التساؤلات، يبدو ان الموضوع يعني جمعيات موضوع دائما ساخن. راح اجاوب في عجاله حقيقه استثمارا للوقت في ملاحظات. اول شيء كوني كباحث انا دائما ما اعالج الموضوع المواضيع بشكل مجتزئ عن البيئه الحاضنه، لكن بسبب الوقت وضيق الوقت ما حاولت أتوسع في البيئة الحاضنة للقانون والجمعيات، لأن لازم يعني في متغير ومتغير ثابت ومتغير ومتغير تابع، لكن لم أطرح يعني هذه البيئة الحاضنة معاييرها وهيكلتها اللي تحضن القانون، وهذه في إجابة غير مباشرة على كثير من التساؤلات. النقطة الأولى بالنسبة للقوانين والأنظمة في هالبلد دي، هذه البلد ابتلب بلوى، أنا أعتبرها بلوى. مرة ساعات يقولون البلوى نعمة، لكن مو على طول نعمة. البلوى في هالبلد أن القيادة أو الحكومة تأتي بمشاريع جيدة، لكن مشكلتنا تكمن في أمرين. كباحث رصدتهم وصلتهم الأمرين لأكبر كبير، بدون ما أذكر لأكبر كبير، قلت لهم إحنا ابتلينا بأمرين. أول شيء معايير اختيار الشخص المناسب، هذه مهم. المعايير اللي موجودة هنا معايير كالتالي: هذه ولدنا وهذه محسوب علينا، ورقم ثلاثة شور شورك يا يبا. نقطة اثنين، هو ابتلين بلوة ان التطبيق عندنا ما الآلي موجودة لكن لا تفعل، لان انفعلت الآلية في تطبيق اي مشروع اخذوا مثلا اصلاح الاقتصادي، اصلاح التعليم والتدريب، اصلاح سوق العمل، ثلاثة مشاريع فشلت. لا ساهم القطاع الخاص ب60% كما نادت القيادة من 40% إلى 60%. شوفوا حال الجامعات والتعليم، إصلاح التعليم والتدريب، وشوفوا حال سوق العمل. سوق العمل بشر بتوفير 100,000 فرصة خلال 10 سنوات. 10 سنوات طافت، ومعدل توظيف البحرينيين السنوي 3,000 وشوي، ومعدل توظيف الأجانب 11,000.
بس انتو يا ودود جت واحدة قلامو حسبوا وين المئة ألف تبخرت معاه الفلوس اللي خذتها مكنزي. ان شاء الله يكون كلامي خفيف عليكم ان شاء الله. في هالبلد قلت لكم المشكلتين، التطبيق مو موجود، المشاريع لا تنتج ولا تنجح، واذا نجحت بنسبة متدنية ومتواضعة. وبقول لكم ترى حين ما حد يتكلم عن المشاريع ذي الثلاثة ولا حد يحب يسمعها من المسؤولين، لان يعتبرونها اندفنت ثلاثة مشاريع. انا رحت حق احد المسؤولين تكلمت معه قال لي خلاص الموضوع تجاوزناه. شلون تجاوزتوه؟ اقول له وين ال 100 الف بحريني؟ هاي من 2005 لحين 2016. هاي بس كذي انا اقول له داقش بالموضوع مثل ما يدقشون اللاعبين. بس انا مستانس على ذي. بالنسبه لابو نواف، ابو نواف الموضوع ذي لم يعالج بعمق. الله يرضى عليك، يعني ها موضوع الفساد يعني بلا ساعتين، يعني انت من اهل مكه قول حق سيد يعني هاي ثلاثة ايام ما تيزي اللي طلبته ذي ثلاثة ايام ما توفي فيه الله يسلمك. فوين اقدر اوفي انا في هالعجاله؟ خلي يعطوني مجال مثلا محاضره عدله اقدر اقول لك اللي يرضي خاطرك. موضوع الثالث الشباب والعزوف او العزوف عن جمعياتنا. بدك انت تين تشوفين او تشوفون الشباب في الثمانينات الى منتصف الثمانينات. انا شكلت لجنه نسائيه في نادي الحاله، انا اشرفت عليها، فيها 106 بنت. اللجنه يا بروحهم يشتغلون في الثمانينات منتصفها واشتغلوا بنفس، ما في كلامها تجربة رائدة في نادي الحالة، واللي عارفها من اللي تابعوها من الخوات في الجمعيات يعرفون التجربة دي بشكل جيد. العزوف لأسبابه ما أقدر أطرحها ما عندي وقت، سيد بيرفع لي النوت الحين الأحمر. البحرينيات والبحرينيين أختي الفاضلة عندهم نفس طويل طويل، أقدر أقول لك نفس دقس دلفين يعني، هذه نفسهم ترى. وعندي مباحي ممكن أقعد معاك في جانب وأعطيك أمثلة على هذا النفس، ولكن هناك الكثير من يضع العصي في الدولاب لإيقاف الدور الفعال والحيوي لمنظمات المجتمع المدني. احنا كنا في مستوى منظمات تونس في السبعينات لمنتصف الثمانينات، شفتي تونس احنا كنا في منظمات المجتمع المدني في ذيك الفترة في هذه الليفل الله يسلمك. وانا مستعد اناقشك مو وقت الحين، بس للانصاف وللتاريخ. النقطة الاخيرة الشباب، انا اقول لكم ما اقدر نعيش جيلهم. الأخ محمد الصاد قال خلنا ننزل لهم وانت واضع من برجنا العاجي، وشكرا لك شيء محمد. يعطيكم العافية. أنا بعد على 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 يعني على السريع إن شاء الله يكون كلامنا خفيف. مشكلة عزوف الشباب واللي تفضلوا بعض الأخوة والخوات إنه أوكي إنه ما عندهم وقت وإنهم ما يجون وإنهم ما عندهم صبر ما عندهم قدر على الاستمرارية واو، ممكن هذا الكلام اللي إحنا نقوله عن الشباب أعتقد إحنا قبل الرواد اللي قبلنا كانوا يقولون نفس الكلام عنه، صح لا مو صح؟ الرواد اللي قبلنا كانوا يقولون نفس الكلام عنه إنه ده وين انتون، احنا عشنا وين نطلع من الصبح من الفجر وانتون لحين نايمين، من غبشة احنا نطلع نروح الشغل وانتون الساعة 8 نايمين، نفس الكلام كانوا يقولون يعني. الان احنا نكرر نفس الشيء، ما كنا نشتكي فيه نشتكي منه الان احنا نكرره، صح لمو صح سيد تنكر؟ زين ما ننكر.
ان احنا اوكي شبع، احنا بحاجه الان نسوي انا اؤيد الاستاذ عيسى، احنا مجتمع فعلا يعني مجتمع خلينا نقول ما نجلد ذاتنا، ولازلنا لحد الحين المجتمع المدني عندنا في البحرين قياسا مع اي مجتمع ثاني وايد متقدم، وايد متقدم لحد الحين. نترك في ناس سبقونا اوكي، بس لا زال عندنا مجتمع يعني، وخلينا نقول الان لو تشوفون الاجنده كل يوم من انشطه تستغربوا منها. الشباب ممكن كانوا سابقا فعلا كانوا يشتغلون، ولكن الان بعد يشتغلون. انا كثير تفاجأت ان يعني بنتي تطلع من الجامعه تشتغل حق منظمه، اقول لها يا ليت انا ابي موظفين بنص حماس يشتغلون. لما تقعد تسوي على بروجكت تقعد بالثلاث اربع ساعات كأن امتحان عندها تشتغل على بروجكت. ايام يعني هي شاطره في الدراسه وتدرس، بس ولا انا كثير حتى اقول لها خلاص بس ذبحتينا من الشغل، قلت له تاخذين فلوس شو تسوين؟ احنا شنو بحاجه؟ ما بحاجه احنا نتكلم لغه الشباب، لغتهم بطريقتهم بوسائلهم، ننزل شوي لهم في تبون صراحه بعد نكون شوي مو ننزل نرتفع لانهم ارفع منا، صدقوني الشباب ارفع منا. انا اقول ننزل، انا اقول لا خلينا نرتفع الان. انا استغرب انا الان ابني عمره 9 سنوات اسميه حجي جوجل، عنده معلومات انا ما امتلكها. انا ما اتكلم مثلا مع ابني ساعات اعصب اقول ها انت تحكي عن ديمقراطيه اللي تمارسه مو ديمقراطيه. يسمونه آية الله جوجل. ايه اقول لي انت مو وين الديمقراطيه اللي تقول عنها؟ هذا المستوى. احنا كنا نقول انا صرت شايب ما اقدر اطالع عيون ابوي الله يرحمه. فالان هذا اللي نقول، لازم احنا نكون ان عندنا لغه الشباب، وسائل الشباب، طريقه الشباب، مو بطريقتنا احنا، طريقتهم. قول كلام اللي احنا قلناه مثالي يمكن بالنسبه لنا، ولكن احنا نقول دائما الشيء المستحيل الان بكره ممكن. الكلام المثالي بالعكس، احنا نقول لما نأسس بشكل صحيح قاعدة قوية نبني صرح أقوى. استاذ خليل قال لنا ما تكلمتوا عن الفساد، لا احنا تكلمنا عن الفساد، تكلمنا لأن احنا لما نقول حكم رشيد، إدارة رشيدة في المجتمع المدني وفي محاسبة وفي تدقيق وفي ناس ما قال internal auditor external auditor وانه يكون في اسس، معناته حاربنا الفساد. شلون الفساد يصير؟ الفساد يصير لما كل شيء مهدود ما حد لك. انت حصن بيتك، حصن محلك، حصن مجتمعك، تقضي على الفساد. الفساد من الكيانات الصغيره، احنا 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 هني في الجمعيه، في ذي الجمعيه، في ذي النقابه، فاذا كافحنا الفساد نقدر بعدين نتكلم عن الفساد الاكبر. هذا اللي بغيت اوصله. تفضل. شكرا. يعني هو سؤال واحد اعتقد بالنسبه ما يخص موضوع اللي تناولته انا، موضوع ذات ضعف الكادر النقابي. يعني بدات احنا اذا تحدثنا عن تجربتنا في البحرين، يعني اعتقد خلنا نعزل او نفرق بين ما قبل المشروع الاصلاحي وخروج النقابات على الارض وما بعده، لان حقيقه كان فتره ما سبقت تاسيس الاتحاد العام للنقابات عون البحرين او سبقت قانون تاسيس نقابات، هناك عمل بالفعل عمل نضالي يعني أسس إلى فكر عمالي نقابي جدا محترم، إلا أنه آلياته تختلف عن آليات العمل النقابي اللي الحين مارسه. أنت في الوقت في سابقا تناضل يوميا وتطالب، وما لذلك لكن في الوقت الحالي أنت محتاج إلى آليات أخرى لمفاوضة جماعية، آلية شلون تفاوض، شلون تجمع المعلومة، شلون يعني كل هاي الآليات تختلف عن الآليات السابقة. ولذلك يعني حقيقة فترة تجربتنا لازالت في مرحلة قصيرة، تعتبر من 2004 للحين ليست الفترة الطويلة. واحد، اثنين، العمل النقابي
يعني معروف ان هناك تجدد في العنصر النقابي، اي تراكم الخبره، ممكن ان في شخص تراكم عنده الخبره في فتره له يغادر هذا الموقع فياتي شخص اخر، اي محتاجين الى تراكم خبرات. هاي طبعا هذا يعني ما يعني ان انا اطالب بان يبقون هاي الاشخاص، بل بالعكس اعتقد ان اذا كان في هناك شيء يسجل الحركه النقابيه او يسجل مؤشر الاخوه ديك الحين، ان هناك احنا في خلال من 2004 للحين هناك ثلاثه امناء امين تناوبوا على قيادات العمل النقابي في البحرين، وهذا يعتقد مؤشر جيد الى العمل النقابي وليس مؤشر سلبي، لان بعد ايضا احنا محتاجين الى تراكم هاي الخبره. موضوع التدريب، محتاجين الى يعني عمليه التدريب في العمل النقابي عمليه مستمره يجب تكون، لا يمكن همرة. هناك اخفاقات، حقيقه في اخفاقات، هناك في بعد انجازات، هناك في انجازات، يعني لا يسعنا الوقت نستعرض كل التجارب الا ان هذا شيء موجود. يعني هناك كثير من الكوادر النقابيه بالفعل غير مهيئه لدخول التفاوض الجماعي. الحركه النقابيه مثل ما اشرت لم تصدر لحد الحين احصائيات موثقه بكثير من الامور اللي يخصها، بالذات موضوع الفساد، يعني لا توجد هذه الدراسات عندنا. هذا ما يعني ان هناك كوادرنا بالفعل محتاجه الى هذا الجانب. شكرا. اي اسئله سيدي الخليل؟ تفضلي تفضلي. حقيقة يا مرة بس خلاص ما طلع حقيقة يا مرة حقيقة يا مرة أنا عندي سؤال وعندي مداخلة. طبعا زبيدة عبد الحميد مشرفة اجتماعية بوزارة التربية متقاعدة. بالنسبة لل يعني الجمعية البحرينية للشفافية، طبعا يعني الشكر إليكم لهال يعني اللقاء المنظم الحلو هاي ورشة العمل، وشكرا للمنتدين أيضا بمواضيعهم الجادة الغزيرة والمميزة. أنا سؤالي للجمعية البحرينية للشفافية، المتعارف عليه إن إحنا دائما نلتقي وعندنا الأشياء الجيدة ونطرح الأشياء الزينة ونسعى ل يعني لكل شيء إيجابي ومميز. هل الجمعية بتوصل هذه كلها إلى الجهات المسؤولة بشفافية وتحصل على ردود بشفافية؟ يعني هل بيصير في تفعيل لما يدور هنا من الأشياء الجيدة؟ المنتدين قدموا أشياء ممتازة، والحضور فيه يعني متعقبات وأسئلة جيدة، هاي يعني على أساس إنه ما يتكرر نفس مثل ما قال أستاذ أعتقد أحمد، يعني مجتمع مدني خامل على أساس ما يصير ما يصير خمول هنية، يصير في شفافية ويصير في تفعيل للي قاعد يحصل هنا. هاي شغلة. عندي مداخلة بالنسبة لموضوع الشباب. طبعا أنا أحيي هنا عندنا أربعة من الشباب، ثلاثة من الشباب وشابة، هاي شيء جدا حلو، تحية لهم إنهم موجودين معنا. إنزين. أنا يعني مداخلتي إن إحنا يعني نعيش تحديات كبيرة، في تحديات كبيرة ضخمة قاعد يصير بحكم العولمة، بحكم السوشيال ميديا، بحكم يعني أمور كثيرة. مثل ما قالت الأخت الزميلة إيمان، إحنا فشلنا. أنا دائما أسأل هذا الشيء أيضا بالنسبة لبناتي، بالنسبة لطالباتي، بالنسبة لكل الشباب اللي احنا نعيش معاهم ونتعرف عليهم من خلال الجمعيات والمنتديات، شلون نقدر نوصل لهم؟ يعني الشباب هم ثروة البلد، هم الديمومة أصلا. أنا أشوف إن يعني هم لازم مثل ما قال أخ أحمد، إذا ما أحترم كيانهم ما يقدرون يحترموني، ما بكسب ثقتهم.
المشكلة إن إحنا في مجتمعنا مجتمعاتنا هذا الشيء مفقود، يعني الاحترام والاعتراف بهاي الفئة، هاي العنصرين جدا مهمين، وهم لهم يعني إحنا في وضع إحباطات كثيرة. شباب عاطلين عن العمل، شباب عندهم شهادات جامعية ما يشتغلون، شباب يبون يرتبطون يكونون أسر، شلون بيحقق كل هالأشياء وهو عنده شهادة جامعية وما عنده وظيفة؟ يعني إحنا ما بنيأس طبعاً، يعني أصلاً أنا من خلال احتكاكي بالشابات والشباب في كل الملتديات أحس إن هم يرجعوني شباب، أحس إن هم اللي يعني ماسكين يدي ومرفعيني بغض النظر عن تجاربي وخبرتي كأم كموظفة، بس هم لهم دورهم. فأنا أقول إن الجهات المسؤولة يجب أن يعني خاصة الناحية الإعلامية يجب أن يعني تصير ثورة اجتماعية جيدة في انتشالهم احتضانهم. إحنا عندنا يعني جيل صدق أحيانا نشتكي، لكن هاي يومهم هاي يعني المراحل اللي قاعدين يعيشون غير، يعني مثل ما قال الأخ أحمد إن يعني مو بالضرورة إن يكونون مثلي، ممكن يكونون أحسن مني. يعني هاي الموضوع يجب احتضان الشباب، يعني أنا أحب إن توصلون للجهات المسؤولة على أساس ما نفرط فيهم ما يضيعون، يعني من كل النواحي يجب الاهتمام بهم. وشكرا. طبعا نشكر الورقات الثلاث اللي قدموها اخواننا، واعتقد يشكرون عليه، وهو يعني تحكوا عن كثير فيه، لكن بعد في مسألة أخرى ألا وهي أرى أنا من العنوان أتفق مع أستاذنا إن من العنوان ما صار نوع من التركيز ربط الموضوع مسألة الحكومة في مسألة معالجة أو مكافحة الفساد، أو علق الآن هذه اللي شفتها في العنوان، فأعتقد رابد إن يكون في شوي يعني تركيز أكثر إذا هالجانب، لأن هذه الموضوع له علاقة في عنوان الندوة أو عنوان الورشة هذا شيء واحد. الشيء الثاني المطلوب من الحوكمة ألا وهي شنه في الأخير كخلاصة، ألا وهي ضمان حسن الأداء وكشف المستور ومعالجته. فإذا وصلت النقطة هذه بالنسبة للحوكمة أدت وصلتني إلى هذا اللي أنا أبيه، أعتقد أنا حققت ما أنا أبيه من مسألة الحوكمة. شيء آخر يرتبط بهذا الموضوع بالنسبة حق الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ووجود القوانين اللي أنا أعتقد القانون موجود بشكل عمومي كبير، هي لا تحدد مثلاً قوانين مختصة لكل نوع من أنشطة الجمعيات. وليش أنا أقول كذي؟ لأن فعلاً متى ما يكون القانون واضح ومحدد لأداء الجمعيات هذه، أو إحنا لأن شاركنا هي جمعيات نقابات أندية، أنا أعتقد النقابات مثلاً تحتاج إلى نوع آخر من القوانين تختص بنوع العمل النقابي. الأندية نفسها على يعني تنوع الأنشطة اللي عندها، سواء عندها ثقافية ورياضية وإلى آخر، وإلى ذلك بعد قد قص على ذلك الجمعيات الأخرى ألا وهي الجمعيات السياسية. أنا ما أقدر أحط قوانين أو مواد التي تنطبق على الجمعيات السياسية وهي نفسها بتكون، وبعدين بتحكي عن الحوكمة. أعتقد هذا يحتاج بعد إلى جانب من التفصيل على ما أعتقد. بالنسبة حق أعتقد عندي كذا شيء، لكن أنا برجع إلى مسألة الأخيرة بالنسبة عن الشباب، لأن أعتقد هذه هو هاجس الكل يشكو منه وهي مشكلة. صح، أنا لازم عندي خبرة الكبار حكمتهم
عدل والعلم اللي عندهم والتراكم الموجود. في نفس الوقت أنا لازم ما عندي الخمول، أحتاج إلى روح الشباب، فهما اثنين مفروض، المفروض أرى أن لازم ما ينفصلون عن بعض. فهذه نقطة أساسية. يعني مثل ما ذكرت أختنا هاشمية، الـ 4.8 خلنا نقول 5%، الـ 5% شنو دورهم؟ هم حين صاروا خلاص معزولين بروحهم. وبعدين الخصومة، أنا أقول كأن في خصومة بين الشباب وخلنا نقول الشياب. أنا أعتقد أن بعد هي يعني هي العملية مو سليمة 100%. يعني خلنا نقول شيء إذا بس للفكاهة، مثلا أنا وأستاذ أحمد وسيد إحنا كبار وما عندنا شعر، لكن أعتقد عندنا جزء من النشاط ربما حتى الشباب ما يسوونه. عندنا شباب فيهم الطاقة وعندهم هذه، لكن ما في استغلال. حن من إلا يلوم من، أو من اللي يسحب الثاني؟ نعم أنا أعرف مثل ما قالت أختنا أن أنا أحتاج إلى الشباب يشيلوني يرفعوني، وأنا أيدك أن إحنا لازم نترفع إلى الشباب، لكن بعد الشباب هل يعني بعد مطلوب مني شغلات واري؟ يعني هذه إذا جمعناها ببعض طاقتهم وربطنا مسألة الحوكمة والضمان الجودة أو ما نبي نوصل له، هذه آخر كلمة في الأخير بس أختم به أخوي، اللي هو ألا وهي مسألة الفساد بعمومياته. الفساد يعني مثل ما قال لي كوان يو، هي وين هي؟ إذا ما تبتدي من فوق وتنظف السلم من فوق وانت رايح على السلم اللي تحت، هذه هي إشكالية كبيرة أعتقد حتى تكون معضلة أمام الجمعيات مثل جمعيات الشفافية أصلا. وشكرا، آسف على الإطالة. السلام عليكم. بداية أشكر جمعية الشفافية نورية العالي، ناشطة اجتماعية أمثل جمعية سترة للارتقاء بالمرأة. في البداية موضوع الحوكمة يا ريته يكون لوزارة التنمية في البداية. وزارة التنمية إذا أنا جمعية عندي قوانين وهي تشوفها وما قاعدة تطبقها، مجرد قوانين عند الجمعيات، لو مثلا أنا أروح وأقدم إليهم شكوى ما يسوون أي إجراء، خاصة في الفساد الإداري والفساد المالي. الوزير بكبره أستاذ سيار، الوزير بكبره وبلغ له سلام واقف له، كلام خطير، عندي أوراق وأنا اليوم جاي يوم متعمدة، قلت يتكلم خلاص، قلت لي أوراق، بس إذا كان السقف الأعلى ما عنده شفافية أي جمعيات؟ ما عليه فساد إداري، فساد مالي، شلون أنا جمعية بس بس بصير وأنت شيء أكبر مني ما في، ما عندك. بالنسبة للاجتماعات اللي تصير في الجمعيات الاجتماعات العمومية، إنزين، جمعية الشفافية وجمعيات أخرى مجرد تنظر إلى أوراق في الوقت الموجود، ما تدري مجرد طالع التقرير المالي والتقرير الأدبي وخلاص. عقب وين الانتخابات؟ في الانتخابات بعدين تصير ما في، حتى وزارة التنمية ما تكون موجودة في بعض الجمعيات، ما تكون موجودة. وين بتكون عند الجمعيات عندهم شفافية؟
إذا أنت كوزارة ما قاعدة صح، لا ما أنت قاعدة تعطين، ما أنت قاعدة تسوين هاي الأشياء، شلون تبين الجمعيات ما يصدر منها هاي الأشياء؟ ما في. في جمعية تسكرت من فساد مالي أو فساد إداري؟ في جمعية؟ ما في. حتى لو تروح أنت المشتكي أنت الغلطان، وهي حقيقة يعني. إيه حقيقة. أنت تقول يقولوا لي أنت إنسانة عايشة في زمن أفلاطون تبين كل شيء. لا أنا مو في جمعية واحدة، أنا في كذا جمعية وأشوف وإيش العدل وإيش الغلط وإيش المفروض يصير وإيش. وبالنسبة للشباب، موضوع الشباب، الشباب يعزف لأنه يكون تحت إدارة متسلطة كبيرة متسلطة. أنا في جمعية شبابية وأنا عضوة عادية، بس اللي يديرها شباب قاعدة تعطي بما لا تتصورون، لأن شنو هم اللي قاعدين يحركون هاي الأشياء. أما يجي شباب يجي في إدارة متسلطة وعلى كيفي أنا، تعال أنت يا شباب سو، ما بيسوي ما بيعطي. وجربت في كذا جمعيات، جمعيات عندنا استثمارية، يعني الإدارة مالتها بس تستثمر ما تعطي. وينكم يا الوزارة؟ وتعال لا تتكلمين، خلي تشوف الموضوع وانتي ساكتة. لا تتكلمين ولا تجيبين أي موضوع، احنا نشوف ونغطي. وشكرا ومعذرة على تفضلي تفضلي يا سمعك. شكرا للأخ إيمان وشكرا لكم على هاي الاستفسارات كلها. أنا بصير دكتاتوري ديمقراطي باخذ حقي في الرد لبعض النقاط اللي من ساعة أنا ما جاوبت عليها أو على الأقل كان عندي وجهة نظر. واحد منها اللي هو يتعلق بالقانون اللي تكلمت عنه الأخ إيمان، هل هذا القانون هو اللي احنا نطمح له؟ بالتأكيد لا، هاي القانون ليس هو الطموح بما فيها فيما يتعلق ب المواد اللي تفضل الأخ عيسى وتكلم عنها ما يتعلق بالحوكمة. ربما بعضكم يتذكر في 2007 لما الوزارة إجابت شركة ودخلنا وياها في مناقشات ومقترحات لقانون جديد
ومن ثم همد الموضوع حسب ما يقولون، وأعيد الموضوع مرة أخرى في الحوار الوطني في 2011، وكان في تقريبا إذا لم تخني الذاكرة أنا كنت مشارك في الحوار هذا الوطني في 6 وصيات تتعلق بإصدار قانون عصري جديد لمنظمات المجتمع المدني يلبي الطموح. هذا كان الناس اللي ورد في التوصية اللي رفعت لجلالة الملك. فوجئنا بقانون لا هو عصري ولا هو متقدم، بل هو أسوأ من قانون اللي احنا نشتغل عليه، القانون الحالي 21 لسنة 98. وقدمنا لما يتنا احنا على الأقل في الشفافية وفي مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني استلموا خطاب من معالي رئيس مجلس النواب حول رأيهم في قانون مؤسسات المجتمع المدني اللي عرض على مجلس النواب، وتشكلت مجموعتين من الجمعيات الأهلية، مجموعة قادتها الشفافية سميناها مجموعة الشفافية، ومجموعة من جمعيات أخرى سميت المجموعة البيضاء، واتفقنا على مجموعة كبيرة من المحاور التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد. وقدمنا وجهة نظرنا وجلسنا شخصيا، أنا جلست مع لجنة تشريعية في مجلس النواب، وأبدينا وجهة نظرنا حول أن هذا القانون ليس هو القانون اللي أوصت فيه على الأقل مخرجات الحوار الوطني. وخيرا فعل صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بأنه سحب هذا القانون من التداول في مجلس النواب باعتباره رئيس حكومة. وأنا شخصيا طلعت في أكثر من تصريح وقلت القانون الجديد الذي يجب أن يقدم لمجلس النواب يجب أن تشارك فيه منظمات المجتمع المدني، إحنا الجزء الثاني المكمل لهذا القانون، الوزارة تريد تطبق قانون على من بتطبقه؟ طبقه عليكم على مؤسسات المجتمع المدني، فلازم يكون لنا وجهة نظر فيه. هذا فيما يتعلق بالقانون اختيما. بالنسبة للأخت زبيدة، هل الجمعية توصل؟ احنا عايزنا احنا نوصل يا زبيدة، والله عايزنا احنا نوصل توصيات. وشخصيا ما ادري اذا كان لي وياي الأخ خليل والله يوسف زينل بعد فترة من الفترات نوصل لمجلس النواب ونقدمهم. نعم في 2009 مجلس لما سوينا ورشة عمل تتعلق بميزانية البحرين، تعرفون ميزانية لمدة سنتين في نادي جمعية المهندسين، يمكن الأستاذ خليل يتذكر، قدمنا مجموعة توصيات أخذت فيها، أخذت في توصياتنا في ميزانية، وهذا كنا احنا فرحانين في 2009. بس يعني التوصيات المتعلقة العام الماضي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ما حد سمع لنا، يمكن لو سمعوا لنا الآن وضع التأمينات ربما الوضع يختلف. الأخ عيسى هو آخر المتحدثين، وبعده أنا عندي إعلان صغير بقول لكم عنه. عندي ردود سريع سناكس بالنسبة للأستاذ زبيدة. طبعا أنا بداياتي كانت في وزارة التربية، بس الحمد لله 3 سنوات وطلقت طلاق بائن للي شفته طبعا في البيئة. أول شيء ردي عليك بالنسبة للشباب في البلدان العربية أستاذة والحضور، نحن نقولب كل شيء لهم ونبي شاب يأتينا بمواصفاتنا، هاي مشكلتنا. لذلك الشاب ينفر. لذلك أنا أنهيت كلامي من ساعة، علينا ككبار أن نخرج من جلبابنا السلطوي ومن برجنا العاجي اللي قاعدين فيه. بس هذه باختصار شديد أرد عليك لأن الموضوع طويل، كل موضوع طرحته فعلا يحتاج إلى ورشة. بالنسبة للتوصيل في ذي البلد، من تجربة وأنا كنت أكتب المقال الصحفي الكبير، يقولون لك بكل وضوح اكتب ما تشاء وقل ما تشاء وصارخ ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء. بس أرد عليك باختصار لأن أنا
وأعوذ بالله وصلت إلى كل مستويات القرار ويرحب بي وأطرح الموضوع أمامهم وفي وسط جامع وكل حسب مقامه وطرحه ولكن بوضوح وشفافية اللي ما تنقصني. لكن إن شاء الله وانتوا عارفين السالفة أنا أقول لكم كلام واضح وصريح. لا تطلبون الجمعيات أو تحملونها أو يعني تضعونها تحت أدوات التعذيب، لأن مجلس نواب منتخب وسلطة تشريعية الثانية ما يقدر يكش بعوضة اللي وردت في القرآن الكريم، يعني ما يقدر يكش البعوضة عن خشمه. فأنتوا شو تطالبون؟ بس أرد عليكم على أساس أقول لكم كيف تسير هذه البلد، بلد القانون والمؤسسات. وابتسم طبعاً أنا يا فرحتي. الموضوع إن شاء الله ما يسوون لكم شيء سيد. الموضوع النقطة الأخيرة بالنسبة للأستاذ نورية، أنا حييش على صراحتك وطرحك الواضح. إذا فسد رأس السمكة فسد الجسد، لكن أنا أقول لك لو رفعنا الراية البيضة ما صارت ذي الورشة. صحيح الطريق وعر، وما نقوم به هو كمن يقبض على الجمر الوالع. وفي مقولة للإمام علي كرم الله وجهه: لا تستوحشن طريق الحق. لماذا؟ لقلة سالكيه، لأنه طريق حق وليس بطريق باطل. وشكرا. يعني في الختام ودي أشكركم وأشكر حضوركم ومشاركتكم الفعالة. دأبت الجمعية منذ 2002 الجمعية البحرينية للشفافية على مراقبة الانتخابات العامة، ومواقفنا لا ترتبط بأي جهة معينة، مقاطعين مشاركين لآخر، هذا لا يدخل ضمن حساباتنا. وإحنا في 2002 و2006 راقبنا الانتخابات بناء على أمر من جلالة الملك، وفي 2006 و2010 راقبناها و14 راقبناها بناء على موافقة اللجنة المسؤولة عن التشكيل. احنا رايحين نقيم دورات تدريبية تتعلق بنشاط مراقبة الانتخابات، لأن نعدلها مبكرا شوي اللي بتصير في 2018. احنا ما لنا علاقة بالموقف السياسي كيف يتخذ وعلى أي أساس، ولكن نعرف أن هناك انتخابات في 2018. إحنا نهيئ لنا مراقبين للانتخابات، سوف نعلن عن هذه الورش ونعلن عن تسجيل اللي بيدخل الورش. طبعا ما بيدخله وبيمشي زي ما إحنا الآن قاعدين، لا، بيكون عليه التزام أنه يكون عضو في فريق مراقبي الشفافية للانتخابات. أعمل منكم من ممثلينكم في الجمعيات من الشباب والشابات المشاركة في هاي الورش، وفي نفس الوقت الشباب مفتوح طبعا على 62. إيمان الشباب يبدأ من 15 إلى 65. شكرا لكم.